يلا اخوتي انا رجعت، مرحبا مرحبا بكم. يلا اخوتي مرحبا بكم، مرحبا بالجميع، مرحبا بالجميع اخوتي. دير واحد لايك وبارطاجيو هذا اللايف هذا، الله يجازيكم بخير، بارطاجيو اللايف. يلا اخوتي ندخلوا في الموضوع باش ما نضيعوش الوقت. مرحبا بكم عندنا الناس اللي معايا دابا، كيف فانتا يا اخوتي ومرحبا بكم. الناس اللي باغا تسول علاش طنجاوي وكيفاش شديتي الوراق، غادي نعطيكم الطريقه اللي شديت فيها الوراق انايا واستافدوا كاملين بكم. مرحبا بكم يلا اخوتي، اللي كيسمعني مزيان يقول لك سمعت مزيان طنجاوي، كيف فانتا يا اخوتي يلا مرحبا بكم. اللي كيسمعني مزيان يقول لي كنسمعك طنجاوي ومرحبا بكم. وخوتي كيف فانتا الله يجازيكم بخير. يلا مرحبا بكم. كما كتشوفوا اليوم جبنا الطرخيطه ديالنا الحمد لله، كما كتشوفوا هذا هو الطنجاوي وهذا سي. كتسمعوني مزيان دابا؟ مرحبا. المهم راه قلت شويه ماشي 100%، المهم شويه من بعد نزيدو نريقلوه. يلا مرحبا بكم، مرحبا بكم، مرحبا بالجميع، مرحبا مرحبا. يلا اخوتي طلعونا اللايف، يلا وصلونا اللايف اخوتي، وصلونا اللايف 201. يلا اول حاجه ناكدوا على القليبه، القلوبه القلوبه اخوتي، طلعوا القلوبه. يلا كبسوا كبسوا كبسوا، فانتايا فانتايا. يلا غادي نعاودكم طقطق، السلام عليكم. يلا مرحبا بكم، ما نطولوش في هذا اللايف هذا اخوتي حيت الميكرو راه كيسوي واحد شويه صافي ماشي بزاف. مرحبا بكم وبالجميع. يلا وصلنا اللايف 150 ولا 200، يلا كما العاده طلعني خويا. مرحبا بك خويا ومرحبا بالجميع. نزول الميكرو. يلا يلا بارطاجيونا اللايف، الميكرو خليه بعد الرجل. يلا مرحبا بكم اخوتي، بارطاجيونا اللايف. يلا اخوتي مرحبا بالجميع، مرحبا بكم وبارطاجيو هذا اللايف هذا. والناس اللي كتسولني مرحبا بكم، غادي نجاوبوا اي واحد على السؤال ديالو. مرحبا بالجميع. مرحبا بالجميع الاخوان، مرحبا بالجميع. ما عرفتي واش المهم كاين البديل. مرحبا، هذا مزيان ولا والو اخوتي؟ المهم يعاون شويه. يلا بارطاجيو اللايف، بارطاجيو اللايف. كتسمعوني مزيان نو؟ اللي كيسمعني مزيان يقول لي كنسمعك مزيان. يلا سي مرحبا بكم، يلا بارطاجيو اللايف وغنشرح لكم كل شيء بكل شيء. خوتي وحبابي باقي 40 الناس نكمل 40,000 عائله. خوتي عندي 39,000.39.60 واحد، يعني خصني 40 عائله نكملوا 40,000. يلا خوتي مع الفرحه ديال الوراق مع 40,000 ابوني، الله يجازيكم بخير. هذا الميكرو كبير نخليوه تنسالي اللايف ونصوبو باش نديرو به اللايف بالليل في اليوتيوب. هذه هي الترخيطه الاخوان كما كتشوفوا، هذا هو الديني ديالي، هذا هو الديني ديالي. مرحبا بكم، بغيت نقسم معكم كي درت الوراق، ولكن خوتي طلعونا القليبات هنا، نستاهلوا تكون عندنا واحد 100 قلب، 100,000 قلب هنا يا خوتي بسرعه. 200 واحد معايا في اللايف غتطلع بسرعه. سلام من تبدل الاوراق ديال الاوراق التي الخدمه شحال يعطيوك من عام؟ خويا ملي كدير رايكو سوسيال ديريكت كيعطيوك عام، بحال دابا انا عندي عام موراه عامين عاد عامين عاد خمس سنين ديال الرايكو بارافورماسيون. عام ملي كتكمل عام كيعطيوك عامين ديريكت ديال الخدمه، من بعد كتجيب بري كونتراتو ملي كتسالي كورسو كتجيب سيرتيفيكادو بروفيسيونال وكدير براكتيكا ديالك كلشي ديالك فالي. مرحبا بكم. الاخ ديالنا خالد، خالد خالد مرحبا خويا خالد. خونا الاخ ديالنا خالد راه داري طلع معنا في اللايف. خويا خالد ولا كنتي معنا مرحبا بك، طلع مع خويا خالد، صيفط لي باش نطلعك اخويا خالد. مرحبا بكم. يلا الاخوان مرحبا بالجميع، مرحبا بالجميع. يلا اخوتي مرحبا بكم، اخوتي مرحبا بالجميع وتحياتي للجميع. يلا اخوتي اللي ما مشتركش في القناه يدير اشتراك، اللي ما مشتركش اللي ما مشتركش في القناه يدير اشتراك، يدير اشتراك اخوتي يدير اشتراك. مرحبا بكم. الاخ خالد فين هو؟ فين هو الاخ خالد؟ مرحبا مرحبا بالجميع وتحياتي للجميع. يلا اخوان، يلا الاخوان، يلا مرحبا بكم. الاخوان ديالي غنعاودكم الطريقه باش ديت بها الوراق، واسهل طريقه باش ديت بها الوراق، واخا هي ماشي بالنسبه ليا انايا صعيبه ماشي سهله، ولكن غادي نهضر.
اول حاجه اخوان ديالي كاينين الناس اللي كيسولوني كيفاش دفعتي. اول حاجه انا دفعت بربعة سوايع ماشي بثمانية سوايع. مالي عليكم السلام، مرحبا بالجميع. اللي ما دارش الشراك اخوتي دير الشراك، طلب ليس امر، طلب ليس امر، هادشي هذا غير طلب من عند اخ طنجاوي. كملوا لنا 40000 الله يجازيكم بخير اخوتي، كملوا لنا 40000 الله يجازيكم بخير. بالي مهم، اول حاجه غادي نهضر معكم كيفاش انا دفعت وكيفاش شديت الاوراق. اول حاجه اخوتي انا دفعت ببري كونتراتو بالقانون ديال 3 سنين، بالي حيت انا عندي 4 سنين طالع في 5 سنين في اسبانيا. وثاني حاجه اخوتي انا عندي الدري خلق في اسبانيا، ما يمكن ليش انا ندفع ب 8 سوايع، يمكن ليا ولكن انا دفعت غير 4 سوايع. مالي انا دفعت بري كونتراتو فيها غير 4 سوايع، عطوني الاوراق ديال سنه بقاو شهر و25 يوم باش جاوبوني، ولكن ماشي بهذه السهوله دفعت. لقيت بزاف ديال المشاكل انا في الطريق، لقيت بزاف المعاناه باش وصلت باش قبلوا ليا الاوراق، حيت وقع ليا مشكل في الدفعه ديال بارافورماسيون. دفعت في ريكو بارافورماسيون وقع ليا مشكل كما درت في اليوتيوب، كما هضرت مع الناس اليوتيوب والناس اللي كانوا معايا قبلتي في اللايف ديال التيك توك. فالي يعني كاينه مشاكل، كنلقاو مشاكل، ولكن علاش طنجاوي دفعتي نتايا 4 سوايع وهو ما يمكنلكش تدفع 4 سوايع، خصك 8 سوايع باش تدي الاوراق ديال الريكو سوسيال. حيت اخوتي انا عندي الدري خلق هنا في اسبانيا وعنده عقد الزياد ديالو، عنده كلشي مسائل ديالو بان خلق في اسبانيا، وعندي الحق ندفع غاب 4 سوايع في النهار ماشي ب 8 سوايع. فالي واش فهمتوا كلامي دابا ولا زيد؟ والناس اللي كيسولوني شنو هو الوراق اللي كيطلبوه باش ندفع الريكو سوسيال ديريكت او لا ندفع من الريكو بارافورماسيون الا الريكو ديال عامين؟ سهله اخوتي، واخا هي ماشي سهله وماشي صعيبه، ولكن ولا كان عنده الانسان الهدف وباغي يوصل لشي حاجه راه غيوصل ليها. اول حاجه ولا عندك هنا في اسبانيا كما كتشوف اخوتي شي هاد الديني، هذا الديني اللي كتشوفوه هو الديني، 5 سنين وانايا كنجري مورا الديني هذا، ومني مشيت اليوم باش نجيبو مسترخيريا مشيت بالدم بارد بحال لي شي حاجه وقع لي في الدماغ ديالي. علاش؟ حيت هاد الحلم ديال اي مهاجر يكون عنده هاد الترخيطه هادي من اجل يخدم قانوني، من اجل يخدم معزز مكرم، ومن اجل يعاود يشوف والديه، من اجل يوصل للهدف ديالو. فالي من اجل هاد الدنيا هذا حنايا تكرفسنا في هاد الارض هادي ونعسنا في الزنقه وشفنا المعاناه وتكرفسنا واستغلونا وبزاف ديال الحوايج، يعني كاين مشاكل تعانينا بها. باش مشيت نجيب اليوم غا الدنيا مسترخيريا مشيت بالدماغ بارد، بالي مشيت بالدم بارد بحال اللي ما كاين والو. علاش؟ ما عرفتش علاش، واش ما عرفتش والله ما عرفتش والله. مرحبا بالجميع اخوتي وتحياتي لكم، وما تنساوش تبارطاجيونا اللايف اخوتي الله يجازيكم بخير، بارطاجيونا اللايف الله يجازيكم بخير اخواتي وحبابي، مرحبا بكم، بارطاجيو هذا اللايف هذا اخوتي ومرحبا بالجميع. مرحبا، واش كتسمعوني مزيان ولا ما كتسمعونيش اخوتي؟ اللي ما كيسمعنيش اللي ما كيسمعنيش يقولها لي اخوتي الله يجازيكم بخير. بارطاجيونا اللايف اخوتي، بارطاجيونا اللايف الله يجازيكم بخير اخوتي. ما نقدرش نبين لكم معلومات ديال الديني هنايا في التيك توك، فالي فقط مغطي غير الديني ديالي، نمرة الديني ديالي ويا سطا هذاك هو اللي غنغطيه. اللي بغى يشوف كلشي يجي عندي من اليوتيوب، فالي اللي كيعرف القوانين ديال التيك توك ما نقدرش نبين لكم الديني كامل، حيت تيك توك غيبلوكي ليا اللايف مباشرة من بعد سيمانة جوج سيمانات عاد نقدر ندير اللايف. هادشي اللي كاين اخوتي. والناس اللي باغا تدفع الريكو سوسيال غنهضر لكم على الريكو سوسيال، من الريكو سوسيال غنهضر لكم على الريكو بارافورماسيون. علاش قلت لكم بان الريكو بارافورماسيون ما فيهش المعاناة؟ حيت اخوتي الريكو بارافورماسيون دغيا كيجاوبوك 20 يوم 25 يوم كيجاوبوك. الريكو سوسيال بقيت تقريبا 6 شهور كنطلع ونهبط نجمع هادي ونحط هادي، في الاخر عطاوني الناقص في الوراق، جيب هادي جيب هادي، عاد عطاوني ديك فابورابلي ما عطاوها ليا حتى خرجوها مني. فالي مرحبا بكم، شكرا الاخوان الناس اللي كتبارطاجي والناس اللي كتباركنا، شكرا بزاف ومرحبا بكم. مرحبا بالجميع، شكون اللي باغي يطلع في اللايف دابا الاخوان؟ نطلعوا معنا الاخوان اللي باغي يطلعوا في اللايف، لازم نحيدوا الميكرو غنشوف شكون غيطلع في اللايف. الاخ خالد قال لك باغي يطلع معنا في اللايف ولكن راه ماشي معايا، واخا كان بغيت يطلع ما كاينش هنايا كاع. خالد صيفط لي اخويا خالد اولا راه ما طلعش معايا هنايا كاع، ما كاينش خالد، ما كاينش خالد، ما كاينش الاخ خالد، ما كاينش. غنبارطاجيو له اللايف والسلام خالد حتى مرحبا بالجميع. طلعني خويا، غادي نطلع كاع الناس اللي معايا هنايا ونعطيكم بعض النصائح زوينه اخوتي. اللايف ما غيكونش طويل بزاف، ولكن واحد الطلب اخوتي الله يجازيكم بخير، واحد الطلب الله يجازيكم بخير، باقي 40 ديال الناس غنكمل 40000 عائله.
يلا خوتي الفرحه اللي شدينا بها الوراق، بغينا تكملونا هذه الفرحه ديال نكملوا 40000 ابوني في التيك توك. الله يجازيكم بخير، 40000 40000 بور فابور خوتي وحبابي اللي عزيز علي الطنجاوي، مباشره غنطلعوكم كاملين معنا في اللايف. كلشي غيطلع في اللايف، شي هاد اللايف درتوه باش يكون كلشي معنا في اللايف، وكلشي غيطلع في اللايف، كلشي غنطلعو. كان وعدكم وعد رجال، غنطلعوا في اللايف كاملين، غنتناقشوا في اللايف، وغنديروا الدردشه في اللايف. فالي مرحبا. الحمد لله. يلا اخوتي بارطاجيونا اللايف، لا جاتكم بخير، بارطاجيونا اللايف، نسيت راسي انا. يلا اخوتي بارطاجيونا اللايف، الله يجازيكم بخير، بارطاجيو اللايف. يلا دابا نبداو نطلعوا الاخوان، مرحبا بكم الاخ الاولاني، ولكن بشرط خوتي وحبابي تكيو في بانت، كلشي غيطلع في اللايف غير بشرط ما اخوتي الحباب، كلشي يطلع في اللايف، هذا وعد خوتي. مرحبا بكم، السلام عليكم اخ. السلام عليكم خويا العزيز، بخير بس عليك. الله يحفظك خويا، الله ينورك. مرحبا خويا العزيز، تفضل خويا العزيز، بلاصتك في اسبانيا، البلاصه اللي عايش فيها في اسبانيا، مرحبا بك. فيتوريا. مرحبا بالناس فيتوريا خويا، مرحبا بك، تفضل خويا العزيز. قول لي اخويا، واحد السيد دفع كونترا في شهر 6 نهار 15 ومازال ما جاوبوش. 15/6، 15/6 دفع بري كونتراتو، يعني على رايو سوسيال نو. بري كونترات اخويا، بغيت نعرف واش تدفع كونترا نورمال ولا تدفع مع حتى ديك المدخول اللي ديال الشركه، ديك الوراق ديال الرينتا وديك المسائل كلشي. كلشي باقا انترميتي، باقي انترميتي. اول حاجه خصو يهبط عندهم ضروري، ماذا فاتت عليه اكثر يعني، دابا راه طالعه في 4 شهور زياده نو. لا 15 شهر 6، 15 شهر 6 يعني اخويا، حنا باقي الحال يلاه دابا شهر ونص ما كاملاش، 15 6 7 حنا في الاخر 7 يعني شهر و15 شهر و20 يوم يعني الاخر ديال، مازال الحال هو نورمال مو 3 شهور، صرا خير هي 3 شهور ومازال الحال، مازال الحال، قول له مازال الحال. علاش؟ حيت دابا حاليا هذا الوقت هذا قانون ديال اسبانيا 3 ميسيس، غادي يجاوبوا على 3 ميسيس، يقدر يجاوبوا على شهر، على شهرين، على 3 شهور، على شهرين ونص، يعني 3 ميسيس، والا فات 3 شهور ونهار عنده الحق يشد السيتا يهبط عنده ان شاء الله. هادشي اللي كاين. وصافي، يعني واحد السيد سولني وقلت لي انا عندي صاحبي الطنجاوي هو اللي كان تيق فيه. الله يحفظك اخويا العزيز، قول له بان قانون اسبانيا 3 ميسيس، ارايكو سوسيال، ارايكو فاميليا، ارايكو لابورا، ارايكو بارافورماسيون، كل شيء بحال بحال، قانون قانون 3 ميسيس، ما جاوبوكش عندك الحق تشد السيتا تهبط عندهم مباشره، كيجبدوا لك الملف شنو المشكل عندك، واش عندك مشكل او لا، غير الناس بزاف باقي ما جاوبوكش. تحياتي اخويا العزيز. الله يجزيك بخير، شكرا. الله يا خويا الدنيا هانيه، شكرا جزيلا، الله يحفظك اخويا العزيز. يلا مرحبا كلشي طلعوا معنا في اللايف، الله يجازيكم بخير. طلب ليس امر، اللي ما دايرش الشراك ديروا الشراك باش يوصل هذا اللايف ونكملوا 40000 عائله. يجازيكم بخير، باقي لنا غير 40 ناس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا العزيز، مرحبا خويا، تفضل مرحبا بك. صحيح بخير. الله ينورك اخويا. اخويا اول حاجه هي مبروك عليك. مبروك. الله يبارك فيك. تحياتي اخويا العزيز، الله يبارك فيك والعقبه ان شاء الله للجميع. والعقبه الاخوان ديالنا كلشي اللي كينتظر شي ان شاء الله، والله الا العقبه الجامعه، والله العظيم حنا كاملين بحال بحال. شوف حنا كاملين مازال مازال باغيين عاد يلاه دابا بحال يلاه غادي نبداو نديرو المستقبل ديالنا، ما داكشي اللي فات كامل كنا كنرضوا الاخوان. الاستشاره هي الاولى، بعدا عاد موراها نناقشوا واحد الموضوع ديال المعاناه ديال المهاجرين هنا في اسبانيا. سي ضروري، مرحبا بك، تفضل اخويا العزيز. خويا انا دفعت بكونتراتو ديال الرايغو سوسيال. شنو هذا ديال اسبانيا؟ خويا الجهه ديال الميريا بالضبط، كويبا ديال المنصوره. مرحبا. سي خويا واش نقول لك، مازال ما جاوبونيش، ودابا عندي البنيه كانت زادت عندي هنا في اسبانيا وخذت ناسيوناليداد، واش ندفع عليها باش ناخذ، واش عندي الحق باش ندفع ناخذ عليها 5 سنين ولا ندفع غير بكونتراتو عاديه؟ بلاتي اخويا العزيز، خويا العزيز انا غنشرح لك القانون كما هو. دابا انت بنيته ديالك شدت ناسيوناليتي. سي اميغو. انت فايت 3 سنين في اسبانيا. سي 3 سنين وشي حاجه. وي دابا انت ما تقدر دير حتى حاجه سوى حاجه واحده. وي انا نعطيك خطه ولا بغيتي خطه اللي نعطيك انايا. وي انت سوى جاوبك فافورابلي او لا نو فافورابلي، انت ولا كنتي كتشوف راسك بان صافي غادي تدفع على بنيته ديالك، ملي غيعطيوك فافورابلي الخيفي ديالك كله، ما دير لي الطا، ولا عطاوك نو فافورابلي يا اسطى جمع طوي ادفع له ولدك بنيته ديالك، ولا عطاوك فافورابلي الخيفي بلا ما يمشي يدير لك الطا، يعني بلا ما يقيم، بلا ما يخدمك معاه، باش كتفوت عليها.
غير باغي نتاكد من اخويا واش كاين بعد هذا القانون ديال تقدر تهز على بنتك الا زايده هنايا تقدر تهز عليها 5 سنين بعد كاين هذا القانون. كانت القانون تاع انا راه عندي الوليد راه جات لي هنايا وراني غادي ندفع له الجنسيه وراني بيدي غادي نبدل عليه، ولكن انا دابا راه جاوبوني وراني ديت الاوراق، يعني انا ما نقدرش دابا غادي ندير الاوراق على ولد ديالي، فهمت؟ سي هو ولا تبدل شي قانون جديد، ولكن حاليا دابا انت ولا جاوبوك فافورابلي في الريكور سوسيال ما تقدرش تدفع على حتى شي واحد، غادي تمشي عام عامين عامين 5 سنين، ولا عطاوك فافورابلي في الريكور سوسيال وبغيتي انت تدفع على الوليد ديالك ولا على بنيته ديالك، ما عليك غير الخفي بلا ما يدير لك الطا، هذا هو الحل اللي عندك. ملي ما دارلكش الطا غتطلع لك نو فافورابلي، طلع لك اوتوماتيكمون من بعد شهر ولا شهرين، يعني كنظنش بشحال، المهم واحد المده قصيره طلع لك نو فافورابلي، يعني بحال غتسمع في ديك الميل. ولكن ولا كنتي كتشوف راسك كاينه الخدمه غتخدم، لا احسن خدم على هذيك الكونتراتو ديالك، فهمتي؟ خدم على الخدمه ديالك. الخدمة موجودة رانا في العمل، بعد راني نهضر معاك من العمل. يعني ولا كان بالعمل خدام نو باس انا، فهمتي؟ حتى الجنسيه ديال الدراري كتنفع في غير الوراق، كتنفع بزاف ديال الحوايج، فهمتي كيفاش؟ شكرا انا حقول خويا. شتي راسك انت يا مثلا مور النفسيه ديالك باغا تدفع في ديك الجهه، نو باس انا ولا عطاوك فافورابلي خليها تمشي الوقت ديالها، ما دير لها الطا لا والو، الخفي ما يمشيش يدير لك الطا، يعني تبقى هكذاك حتى كيعطيوك هما يدخلوا الارشيف، يعني صافي ما تقدرش دير والو، فهمت؟ شكرا اخويا، شكرا، ثاني انا اخويا العزيز وتحياتي ليك وشكرا ليك بزاف، وتحياتي مبروك كاع عليك، الاخوان اللي كيباركوا لي في الكومنتات خوتي، مبروك عليك والله اخويا، الاخوان مبروك ديالي عليك اخويا. مجرد. واخويا تفضل. اخويا تانيك الموضوع اللي بغيت نهضر معك في التالي، واش كي نحاربوا هاد السماسير اخويا اللي كيبيعوا الكونتراتات، بعد هاد الجهه اللي راني فيها كيبيعوا للناس ب 7000 ديال 7000 حشومه صاحبي، والله الا حشومه انت شي شوف حشومه. جيف بري كونترا لا دورو لا جوج، لا اورو لا جوج، ما نكذبش عليكم، والله ولا فيك عندك انا خويا، الدراع وكتعرف تخدم، شوف اذا نقول لكم انا غنجيكم نيشان وغنطرطق في وجه الانسان كامل، شتي الا كنت كتخدم مع شي واحد وكيتكرفس عليك وساكت وكيعذبك وساكت، واللي كيقول لك كديرها وساكت، ما غاديش يعطيك كونترات، قولها لا يا اخي. ولا كنت خدام شي خدمه واخا ما عندكش اوراق ومعزز ومكرر، فباقي تقول له انا في الكونترا والله الله يعاونك، يقول لك اجي هي. كنعرف الاصدقاء ديالي كيخدموا مع مغاربه، شحال داير لهم اخويا الصالير 4 اورو للساعه، وكيخدموهم 4 السوايع 5 السوايع في النهار، وفي التالي كيبيعوا لهم الكونتراتو، كيبيع له الكونتراتو ب 7000 5000 6000، هذا هو الثمن ديالها اللي راه هو واصل اخويا باش وغنجيك انت كنبيع هذه الكونترا، ما واه يا خويا كنعممش ما كنعممش وما كنخلع حتى شي واحد، والله الا كيستغلوا الناس، كيستغلوهم بعدا في هذه الجهه ديال الكويبه ديال المنصوره، كيستغلوا الناس وكيبيعوا لهم لي كونتراتو، وهذه النقطه هذه بغيت انا ننبه بها الاصدقاء ديالي، بغينا نديروا شي جمعيه كاع اللي قدر، علاش ما نديروش جمعيه نحاربوا هذه الظاهره هذه يا صاحبي، والله الا حشومه. انا درت واحد الجروب، اسمع، درت واحد الجروب ديال الواتساب، مازال ما دخلت فيه حتى شي واحد، مازال كنفكر شنو هي الخطه اللي غادي ندير جروب، الخطه ديالي هي لا لسا مسيره، الاسم ديالو لا لسا مسيره. إذا جات على خاطرك ناسسوا شي جمعيه محاربه السماسيره، ندخلوا والله نديروها، ما عنديش مشكل انايا، نديروها الاخوان اللي بغا يتفق معنا نديروها، نشوفوا القانون الاساسي اللي كاين هنايا، ندفعوا القانون الاساسي، نديروا تحت الاهداف ديالنا هنايا شنو هما الاهداف ديالنا، التوعيه، ندخلوا مع اليد المساعده ديال المهاجر، ندير لهم التكوين، حتى حنا ندخلوا معاهم في التكوين، نقدروا راه انسان نيبل، ندخلوا معاهم في التكوين، حتى حنا ناثروا هذا المهاجرين مساكن الدراري اللي جايين صغار، ناثروهم اما في مهن، في حرف، في تعليم اللغه، شلا حوايج نديروهم، ورحنا ان شاء الله نتوكلوا على الله. ولكن كاين واحد المشكل هو تعليم اللغه في اسبانيا، مقترح على اي واحد، مرحبا اي واحد دخل اسبانيا عنده الحق يتعلم اللغه الاسبانيه، واخا ما تكونش عنده لادريس، فقط تكون عنده باسابورتي ديالو. لا حنا في هذه الجمعيه هذه نديروا الاهداف ديال الجمعيه، الاهداف ديال الجمعيه هي اول حاجه التاطير، نتاثروا هاد المهاجرين، نعطيهم الحقوق ديالهم، هاد المهاجرين مساكن كاين اللي مستغلين، والله الا مستغلين هما صاحبي. واش انا كنهضر معاك جوج والله العظيم، انايا هادشي اللي كنقول لكم واقعي، انا 5 سنين في الغربه، ما نكذبش عليك، ما نقولكش 5 سنين خدمت مع شي حد، راه اي واحد تخدم معاه كيكون عندك ما عندكش الاوراق راه ما يمكنش يعطيك الثمن، انا اللي كيقتلني اللي كيخليني نفشل كاع في الغربه في الاول، كتكون خدام مع واحد كيعطيك الثمن، ولكن كيقول لك ولا درتي الاوراق نعطيك الثمن، يعني بحال اللي انت راك حمار حاشاكم، وملي يكون عندك الوقت تولي راجل، يعني بحال اللي كيطيح لك من الجهد القيمه ديالك، فهمتوني كيفاش؟ اخويا شي دراري هنايا بعدا استراغنا مساكن، هاد الدراري ديال استراغنا ديال المنطقه ديال استراغنا، كي دايرين لهم والعائله ديالهم لا فامي ديالهم كيشدوا يخدم به 3 سنين كيحرت عليه
واش نقول لك داير له السالير ديال 3 اورو ولا 2 اورو كيديرها له، كيستغلوا 3 سنين وفي التالي كيعطيه الورق وكيستغلوا داك العام ديال الورق كيستغلوا، كيقولوا انت تخلص القرو ديالك وانت الاخر وتعطيني 3000 ولا 4000 ديال الكونتراتو. واش عارفين بان عارفين هذا قانون 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 ولا تبتي على خيفي بان انت كتخلص سيغورو عمدا عليك يعني كان عندك الحق تبعه قانونيا. ما شاء الله وصافي والله الا واش غادي نقول لك ما شاء الله وصافي. بعد كاين الناس الله يحسنها، شوف حنا ما كنقولوا شي حاجه الله يحسنها، ولكن بنادم خصو يكون واعي. هنا في الغربه راه ما يمكن لك شي، علاش كيقول لك خصك تخدم التا قانوني؟ علاش كيقول لك خصك تخدم قانوني؟ حيتاش انت كتخدم كيستغلوك. علاش ملي كيشدو شي واحد هنا في اسبانيا خدام مع شي واحد بلا اوراق، في نظرك ملي كيعطيو المرطان هذاك اللي خدام هذاك بلا اوراق شنو كيكتبوا له بالاوراق؟ اللي في القانون كيعرف القانون يجاوبني. الخيفي اللي كيشد المرطان على حساب واحد ما خدامش شنو كيديروا له في الاوراق؟ شنو كيكتبوا له؟ بان انت لادرون كتسرق الناس اللي ما عندهاش الورق، يعني انت كتشفرهم، انت كتاكل لهم رزقهم وكتاكل لهم العرق ديالهم، وكيديروا له في الثاني كتدير ترافيك مع الدوله، يعني كيضربوه بجوج المرطات، كيضربوه ب 10000، كيضربوه ب 5000 ديال اللي خدام الاوراق، وكيضربوه ب 5000 ديال الدوله، يعني كيضربوه بجوج القوانين. واش عارفين هادشي ولا ما عارفينوش؟ خويا نديرو شي حصه ان شاء الله ودرنا شي مواضيع كي بحال هكا خويا مرحبا خويا العزيز ومرحبا بالجميع. شوف انا لي لايف دائما كنديروهم هنايا في التيك توك، ولكن اللايفات اللي كنطول فيهم في اليوتيوب كذلك عندي قناه عاد وليت كنحط فيها، عندي فيها 15000 عائله، قناه مختصه حتى هي بالهجره. خويا طنجاوي شوف لنا الجهه وشوف لنا درس لنا هذه الفكره اللي عطيتها لك، الا كتب الله نديروا شي جمعيه ونديروا شي حاجه الانسان ان شاء الله نديروها. شوف نديروها، علاش ما نديروهاش؟ حنا مجرد نتعاونوا مع بعضيتنا، ندير واحد جروب وفي جروب غنتفاهموا شنو غنديروا وغنشوفوا الطريق اللي غنشدوا، غنشوفوا الخطوات الاولى اللي غنتقدموا بها، ومن بعد نعرفوا شنو كاين في الاخر. فهمتي كيفاش؟ ان شاء الله هادشي كيطالب شويه ديال خص يكون معنا الناس اللي كانوا كيفهموا شويه في هادشي، هذا يكونوا مع الناس اللي فاهمين الطريق. 16 الاستشاره هي الاولى خويا. هذا هو هادشي اللي بغيت نقصد لك انا، يعني ان شاء الله انا كنفكر اخوتي ما نكذبش عليكم، كنفكر الدراري اللي قرابين هنا في سراغوسطا كذلك اللي بغى تدفع وما عرفاش كيفاش تدفع كنوعدكم، ولا كانت عندك شي تما من نهار انا كنقولها وكنعاودها، اي واحد هنا في سراغوسطا قريب هنايا عنده سيتا في شطره خيريه باغي يدفع وبلا ما دير محامي، كنوعدكم على المباشر انا ما غنشد من عند حتى شي واحد شي حاجه، انا مجرد نتعاون مع اي واحد كاين هنا في سراغوسطا باغي يدفع الريغو سوسيال او الريغو بارافورماسيون او الريغو لابورال او اي حاجه، ولكن ولا كنتي تدفع الريغو سوسيال حتى توجد لي فورمي ديالك تصاوبو عاد اجي معايا وندفع لك انا في طرف خيريه، تمشي معايا بلا ما تخلص حتى اورو من غير الطاسه ديالك خلصها لراسك، يعني بلا ما دير لها محامي لا خيستور لا والو. انا ماشي كندعم الناس ما ديرش الخيستور ولا محامي نو، حيت كاينين بعض الدراري هنا في تيك توك كيديروا لي لايف كيديروا فيديوز، خليني اللي مختص، خليني ما كنهضرش على الاخوه اللي مختصه اصلا خدمتها هي هذه، كنهضر على هذاك اللي عنده غير كوينتا فيها 200 ابوني دا راه كيقول لهم انا كندفع على الناس، هو غير الترافيك ما كيدفع حتى واحد باش كينصب على الناس، راه كاينين الناس كينصبوا اخوتي كتصيفط لهم ميلف وكتصيفط لهم الفلوس وكينصب عليك. راه ممكن باش تعرفوا راه ممكن تصيفط واحد غير من الانترنت من مدريد لهنايا سراغوسا يدفع لك سراغوسا، ولكن انا ما غنديش معاك ديك الخدمه حيت ديك الخدمه فيها الترافيك فيها المشاكل، يقدر ينصبوا عليك يقدر بزاف الحوايج، يعني انا كنبعد تماما على هذيك المشاكل هذه. هادشي اللي كاين اخوتي، الناس اللي كاينه في سراغوسا انا وقريبه مرحبا ان شاء الله نمشي ندفع معاه، غير يجيني في النهار اللي تكون ما عنديش فيه الخدمه انايا بحال الاثنين بحال بزاف الايام. مبروك عليك اخويا ومع السلامه. الله يبارك فيك خويا العزيز وشكرا جزيلا، تحياتي لك اخويا، ان شاء الله نشوفوا. شوف الناس اللي باغا تحضر معايا في اللايف ديال اليوتيوب مع العشرة ديال الليل بتوقيت الاسباني عندي اللايف في اليوتيوب كذلك كنطلع معايا الاخوان بالي بحال التيك توك، مرحبا بكم ان شاء الله ونفس الاسم طنجاوينو، وتحياتي لك خويا العزيز مرحبا. السلام اخويا شكرا. شكون غنطلعوا كلشي الاخوان ديالي كلشي اللي مصيفط ليا غنطلعوا. الطلب ليس امر خوتي، بغينا نكملوا 40000 باقيني 30 عائله نكملوا 40000، 30 ديال الناس نكملوا 40000 ديال الناس 30 عائله نكملوا 40000. السلام عليكم خويا العزيز، قطع الصوت لي معاك الفيديو اللي عندك تما ولا اللايف الفيديو اللي عندك. الله يجازيك بخير خويا، مرحبا بالجميع خويا، مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام خويا العزيز، مرحبا خويا تفضل.
شفتينا اخي، لبس عليك خيط طنجاوي. الله يحفظك اخويا العزيز، الله يجازيك بخير، شكرا بزاف، مرحبا اخويا. الله يعزك، الله ينورك. اول حاجه مبروك عليك الوراق، الله يسهل عليك. الله يبارك فيك خويا، الله يجازيك بخير، والعقبه للجميع اللي ما عندوش اوراق، العقبه للجميع اخوتي، والله العظيم. بعد العسر يسرا، تكرفسنا وعانينا، ولكن بعد العسر يسرا، يعني بعد القرار فيك يسرا. مرحبا، تفضل اخويا. بغيت نسولك، انا دفعت الريكو برا فورماسيون، ولكن دابا دازت شي 5 شهور والزيادة وانا ما دافعش ماتريكولا، ما عارفش شنو راه نعمل، والله ما عارف. شنو مدينة انت في اسبانيا؟ برشلونة. برشلونة، يعني خصك تهبط عندهم استراخيرية وتستاشر معاهم، واش وقفوا لك الاوراق ولا لا؟ السؤال ديالي، لا السؤال لا، بلاتي نعطيك واحد النقطة باش نمشي معاك ضربة ضربة، واش شهادة السكنة اللي داير انت في الاوراق بتاعتي بيهم هي اللي عايش ساكن فيها انت دابا؟ سي انا عندي شهادة سكنة، هي 4 سنين وانا عاملها، يعني شهادة سكنة واحدة ما بدلتهاش، هي 4 سنين. لا، واش نفس الدار اللي ساكن فيها اللي عندك فيها لادريس، ولا درتيها في شي دار اخرى في الدار الاخرى؟ حيت غتجيك واحد الكارتة، واحد نبرة. لا عندي نفس، انا شهادة السكنة اللي درتها في 2019 باقا هي دابا حاليا، ما غيرتش العنوان مرة. يعني انت عندك شهادة سكنة اللي ساكن فيها دابا حاليا، يعني ما جاتك حتى شي برا. ما جاتني لا برا، ديك المحامية اللي دفعت لي ما وصل لها حتى شي ايميل، حيت مرة كنسولك يقول لي راه ما سردوا لي والو عليك، وشي الايميل ديالي كذلك ما وصلني والو، ما عرفتش غير باش شنو. نفهمك، شوف خويا العزيز، عابدين ليك، معز مرحبا معز معز خويا معز، اسمع، اول حاجه راه ماشي منك يقول لكم شي واحد تريس ميسيس يعني تريس ميسيس، نو، راه كاينين، شوف باش نكون معاكم واقعي، راه ما غاديش ننافقكم، كاينين بعض موظفين في التراخيريا كيميكوا على بعض الملفات، هكاك. ولكن ما كيعنيش بان راه ما غاديش ماتريكولا، يعني كاينين بعض الموظفين كيميكوا على بعض الملفات. باش نخصص لك كل شيء، كاين بعض ايودات هنا في اسبانيا كيكون فيه موظف كيختار واش هذا يديها، هذا ما يديهاش، هذا يديها. كاين بعض الموظفين كيختار كل شيء، كيعز ديك الملف كامل، كيحيد غير واحد خمسه باش ما يعيقوش، وكاين بعض الموظفين كيفلي ديك الشيء. يعني انت الموظف اللي جاز في السيرفيس ديالك او هما هو الروبو اللي كيقراها، ولكن الروبو واخا كيقراها بعض المرات كيوقع الاغلاط، باش تعرفوا اللي كاين، راه شحال ايه من ده؟ واحد يقبل الوراق ديالو ولكن هو ما داير والو، غاب بالخطا عند الروبو، غير هو ما قدرش يديك شوف، سفر، ما تسافرش حيت دابا. سي لا حيت دابا شحال دازت، انا شديت فابورابلي في شهر جوج، ودابا حاليا باقي كندخل عندك الموقع تستنخريك، كنكتب الني ديالي، التاريخ ديالي، كلشي، كنجرب كنجبر باقي فابورابلي، يعني الوراق باقي لا صحيحين. والبارح مشيت عند بوليسيه ناسيونال، مشيت عندهم، والله الا مشيت عندهم ما خفت ما والو، مشيت ديريكت، مشيت عندهم قلت لهم بغيت نعرف هاد الورق واش باقي يعني صحاح ولا مجمدين ولا مبلوكين، عطيتهم له ضرب في السيستم الطنقه اللي راه عندي، كلشي مزيان، ما مبلوكين ما والو، قلت له صافي شكرا وجيت في حالي، ما عرفتش علاش ما عملوش شي باخه، ما عارف، الله ما عارف. شنو قلت لك انا دابا؟ قلت لك قلت راه لي كيوقعوا المفاجآت، راه كيوقعوا قلتها في الفيديو ديال اليوتيوب، شوف الناس اللي كتبعني في اليوتيوب راه درت اللايف البارح، البارح قلتها لهم والله الا مباشره، قلتها البارح، الناس اللي باغا تاكد ترجع عندي اليوتيوب طنجاوينو، اخر لايف ديال البارح غتتفرج فيه وغتفهم. قلت لهم بان والمشكلة جمرت وانا كنرجع باش نتأكد، وقسما بالله خيطان جوج مرات وانا كنرجع كنقول دازت 3 شهور، وقالوا كيقولوا 3 شهور وكيحيدوا لك الورق الا ما جبتش ماتريكولا. ثلاث شهور، ثلاث شهور، ولكن دابا انت جيتي مع هذه العطله مع الانتخابات ما غيوصلوش لك نهائيا، غير هو حاول تحضر ماتريكولا ديالك في شهر 9 شهر 10، فهمتي؟ ولكن هيقولوا لي علاش تعطلتي، انا ما نقدر عنده حتى نحضر في شهر دخل، هما 9. ما عليه الشهور، شي مني تحط ماتريكولا وشوفوا الوراق ديالك باقي محلولين هزهم الماء، ما عندهم ما يقولوا لك، واصلا لا ملي شوف، انا كيتشدوا عندي واحد ماتريكولا العذر، انا عندي واحد العذر، الى قالوا لي مثلا نقدر نكتبها لهم في هذيك اللي يدفع لي، ولا نهود انا ندفع لهم مثلا، الى قالوا لي علاش هذه دازت 3 شهور وما صرت شي، نقول لهم كان عندي واحد العذر، العذر هو انني عملت جد العمليات على عيني، فهمتي؟ ها واش انت هو اللي صافي. كنت طلعتي معايا واحد المره ياك؟ عقلت عليا، برافو ليك. مرحبا، كي وليتي شويه دابا بعدا وليتي شويه، لا شوية دابا الحمد لله، دابا انا مخربق، اني غنبغي نسولك واحد السؤال، نتفاهم. انت ملي درتي العمليه دفعتي لهم شي ورق بان درتي العمليه؟ لا ما عملت حاجة، ملي درتي العمليه سجلتي باسبور ولا بالنيه؟ ما من عملت العملية، لا بني، لا في بريفادا، انا عملت العملية في بريفادا، تسجلت معاهم بني، وفي الدولة بباسبور.
بالي يعني انت راك طلعتي اوتوماتيكمون، انت راك طلعتي لهم اوتوماتيكمون. شوف خويا ولا اختي الناس اللي معايا في اللايف شوف شوف غيستافدونا اسمعني 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 نقول لك واحد برافو ليك على هذه الهضره اللي قلتي، قسما بالله العلي العظيم كنقول غيباش ما عرفتش. عرفتي علاش بغيت نصحك على قد الكلمه؟ باش ما لا يتسلفش بنادم ما يحطش ماتريكو راه قبل 3 شهور، حيت انا لا دابا هو كيهضر معايا وانا راني قريت الملف ديالو. هو شنو لا دار؟ شينا في اسبانيا طير تنزل طير تهبط، شي اسمعني اسمعني اول حاجه كتشجع كتطلع لهم في مطعم استراخيري. شنو هي استراخيري؟ هو قرف ديال الدوله تما كيطلع كلشي. تفضل برافو ليك على هذه الهضره اللي قلتي لي، على انا على اساس انه يعني طلعت لهم اوتوماتيكمون، لان محاميه هنايا كبيره في برشلونه قالت لي واش عملتيها في الدوله؟ قلت لها اه، قلت لها راه 3 شهور دازت وما عملوا لي شي باخه على ما سارت لهمش. قالت لي راه طلعتي لهم اوتوماتيك بان عملتي لهم العمليه. شتي؟ هاد الهضره اللي قلتي لي قالت لي محاميه قسما بالله. انا نقول لك اللي كاين، القانون قانون كاين، فهمتي؟ في اي طبيب شوف علاش، حيت نتايا ملي داويتي ملي دفعتي الوراق دفعتي لهم بان عندك لادريس، بين عندك لادريس عندك في الوراق للطبيب ولا قبل ما سي دير العمليه سي وبهذيك ترخيط ترخيط ديك ترخيط ماتريكولا. شوف اول حاجه ملي كيدخلوا الملف ديالك مره ثانيه باش يشوفوك واش درتي ماتريكولا، كيطلع لهم اي حاجه درتيها جديده في ديك البلاصه، كيدخلوا واحد الصفحه ديالك اللي داروا فيه المعلومات ديالك، كيطلع لهم داك الشيء اوتوماتيك. طلع لهم بان ايوه درتي ميكو على ايوه الملف ديالك، يعني طرفوا الملف ديالك. برافو سي 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 والله الا عندك الحق في ولكن هذا انت الرأي. ضروري دابا دير المجهود ديالك، المجهود ديالك ديرو. شنو هو؟ لا هو لا دابا انا شهر ما 8 غادي لا لا شهر 8 لا، انا كنقول مع بالي مني غنبغي نجدد الترخيطه غنجدد ديال بعد الطب زعما اومونيتاريا. انا كنقول تقدر، ولكن بالنسبه لي انايا استشر مع المحاميه ديالك الخطوات اللي غادي دير. انا قالت لي كنعطيك المحاميه قالت لي جيب لي انفورمي ديال الدوله واجي. قلت لها صافي دابا انا طلبت وباقي لي غير شي، المهم هاد الايام تيصاردوا لي ميساج، باقي ما صاردوش ولكن ديك ميساج. الساعه انت غتحول ما تبقاش رايكو بارا فورماسيون، غتبدل لك الترخيطه. سي عتبدل اومونيتاريا سي يعني انت غتبدل لك الترخيطه، يعني انت يا اوتوماتيكمون غادي يديروا لك باخه ملي غيعطيوك هذيك، غتولي اخرى فيها هذيك اللي عندك دابا لا غتولي. دابا باقي عندي صحاحين، باقي الورق عندي صحاحين ماشي دابا، حتى تصاوب الملف ديالك حتى تدفع ليهم وراجعوا الملف ديالك عاد غادي يخدموا هذا الملف هذا. اي زائد انا ما عرفتش واش نسافر ولا ما عرفت، والله ما عرفت واش نسافر، لا باقي ما سافرتش مره. انا ما غاديش ننصحك تسافر مالناش، علاش؟ ماشي كيقول لك حيت دابا نو، يقدر يقدرنا اللي يقدرها تخرج تخرج بهم وتبغي ترجع ما تقدرش ترجع بهم. ايوا اولا مثلا نهود المغرب ونبغي ترجع يقول لك راه لا، هذيك بدون نقاش، هذيك بدون نقاش، هذيك ديرها في بالك ولا خرج شي اوروبا صافي. تقدر تسافر اتحاد اوروبي، حنا انا كنت كنسافر غير الباسبور ديالي غير بالوراق غير الباسبور المغربي هنا في اسبانيا، ولكن باش تمشي للبلاد نعطيك نصيحه كنصيحه، صبر ما قايد اللي فات فهمتي، ما تسافرش بهم دابا، غتكون راجع تلقى مشكل، تكون ماشي حيت نورمال. صحيح حيت انا ما حيت انا دابا ما نقدرش نقرا وما نقدرش يعني نخدم، حيت عندي كي حيت مني درت العمليه عملوا لي السيليكون في عيني باش الشبكه تشبار. دابا هذاك اصلا انا باقي مقبل على العمليه، على العمليه الثالثه باقي مقبل عليها، دابا ما عرفتش واش والله ما عرفتش نعمل معاهم. انا نقول لك شنو غادي دير دابا، غتوجد لي فورمي ديالهم وغتعطيه للمحاميه ديالك وغتقدمه، وهو غادير لك بحال اللي غادي تبدل الترخيطه اخرى، هذيك الترخيطه ديال اريغو بارافورماسيون ما غتبقاش عندها صلاحيه. علاش؟ حيت انت ما تقدرش تقرا، انت درتي المجهود ديالك شديتي الوراق ديالك ولكن ما تقدرش تقرا، عندك واحد الظروف شخصيه، يعني انت عندك الظروف ديالك خاصه، فهمتي كيفاش؟ سي وربي يجيب الشفاء ان شاء الله، وما تخاف من والو. النصيحه ديالي ما تسافرش دابا حاليا، ما تسافرش. صافي اخي شكرا بارك الله ثاني فيك صباح صباح سند. شوف كاملين راه ماشي انت، حتى حنا واخا شدينا عمر ما نقدرش نسافر دابا، عندي الخدمه عندي بزاف ما نقدرش نسافر، ما نكذبش عليك. يعني الصبر هو كل شيء، انسان يصبر واخا كاع انسان حتى العام الجاي ولا حتى الاخر العام من نوبا سند. المهم الهدف هو الانسان يكون الصحه ديالو مزيانه، يتشافى هو الاول وعاد يفكر في حاجه اخرى. الله يرحم والديك، الله يسهل عليك اخي. حياتي اخويا الله يسهل عليك، شكرا بزاف، شكرا الله يحفظك. امين امين بارك الله فيك، شكرا. مرحبا اخوتي، شكون اخر اللي باغي يطلع معنا؟ خوتي باقي 20 ديال الناس نكملوا 40000. خوتي اللي ما دايرش الشراء كيدير الشراء، الله يجازيكم بخير. خوتي مرحبا خويا، السلام عليكم. اخويا الطنجاوي مبروك عليك، الله يلا فرحتك. الله يبارك اخويا فيك اخويا العزيز، تحياتي اخويا.
مبروك عليك اخويا. الله ينور خويا العزيز، مرحبا والف مرحبا خويا. قول لي مدينه في اسبانيا خويا العزيز وتفضل اخويا. بس انا نهضر على واحد صاحبي داير هو باريخا دي شو هنا في برشلونه، مرحبا تفضل اخويا. هو ودابا راه قريب 3 شهور وشاد السيتا ديال البصمات. معليش كيفاش قبل 3 شهور؟ ما فهمتش، دابا جاوبوه 3 شهور عاد جبر السيتا؟ لا مازال هو ما جاوبوش وشاد السيتا ديال البصمات. ماشي مشكل، ولا جاوبوه قبل ما توصل الموقد مثلا الوقت ديال السيتا راه مزيان، ولكن ولا ما جاوبوه شي وفات عليا السيتا يعني خص ديك السيتا يبدل وحده يحيدها. اخرى. يحيدها يعني ما عندوش مشكل. نو ما كاينش مشكل، كاع نورمال. عنده كاع يقدر كاع نفرض كاع شد السيتا يشدها باسبور، ولا جاوبوه فافورابلي دار بصمات يعني هو شاد السيتا بصمات. واه شاده، ولكن ما شادهاش بالباسبور، شاده بالنية. اه يقدر مثلا ولا جاوبوه مثلا على قبل بقات مده بزاف باش يدير بصمات يشدها بالباسبور، يشد السيتا بالباسبور ويدير لي خرابه اخرى يعني يدير لها، فهمت يعني؟ ما كاينش مشكل عادي. وقول لي لا انا لا خويا انا راه شديت لا السيتا قبل ما يجاوبوني حتى انايا ما كاينش مشكل، ما بغاش يضيع الوقت. ما كاينش مشكل، هذا هو الراجل بنادم هو اللي كيضرب حسابه. هو دابا كيخدم، دابا هو منين غادي يشد الباسمات يمكن يمشي لألمانيا. كيفاش يعني زعما يشد الباسمات يمشي لألمانيا؟ يعني هذا داير غير اتفاقيه، هادشي اللي بغيتي تقول ليه؟ فوالا بالي غير هو يكون عنده اتفاقيه مع هذاك الشخص هذاك بان ما غاديش يدير له باخه، ما غاديش يلعب مع العشره. لا ما لا كنقول لك انا على الديوانه، ومعليش ما لا يقولوش سافر نورمالي ما بغى، ولكن غير هو زعما تقول لي زعما يسافر في الديوانه غير بالورقه بلا ما يخرج الديني. لا زعما يمشي بالباص يعني حيت غايب صم غادي يعطوه السي هذاك ريسبيسي كيعطيوه ويمشي هو به. يمشي به حتى للبلاد، هذاك ما كاينش مشكل ملي يدير باسامات يمشي حتى للبلاد، ولكن خصو ضروري يمشي عندهم يخرج واحد الورقه ديال السفر بان غيسافر. باهي الله يحفظك اخويا. النقطه الثانيه باش نفهموا، الخطه الثانيه هي ماشي كنقصد هو، كنقصد الناس اللي كدير باريخه راكم عارفين، ولكن كيبغي يسمح بديك الشخص يمشي زعما كيديروا هاد الاتفاقيه يمشي هو الدوله صافي الله يعاون الله يعاون ما ينكوش معاهم 5 سنين. خصو يعرف بان الشخص مع من غيديرها، حيت كاين بعض منهم يحيدون الاوراق بلا ما يحس. نقول لك كيفاش وقع. اول حاجه كنعرف الناس طلعوا معايا في اللايف يوتيوب، الناس اللي ما كتعرفش اليوتيوب ديالي ملي جابت الهضره نفس هذا الاسم ديال التيك توك كتبوه في اليوتيوب، غندير لايف بالليل وغنطلع معايا كاع الناس اللي معايا في اللايف. اول حاجه ملي كدير باريخه مع شي وحده وكتحيد لك الوريقات وانت كتكون ماشي في ديك لادريس في ديك الدار، انت كتكون في دوله اخرى ومن ديك دوله كتقطع الطياره وكتمشي لبلادك، ملي كتبغي تجي ترجع كتجبر راسك بان ما عندكش الوراق. علاش؟ حيت ديك الوراق ما بقاوش خدامين، تجمدوا ما بقاوش راهم عندهم الصلاحيه. يعني كنصيحه ديالي انا اللي داير باريخه دائما يهبط اسبانيا يقلب على راسو، اول حاجه يهبط يشوف شهاده السكنه ديالو واش باقا، حيت ما يمكنلكش، حيت بنادم راه غلط ما يمكنلكش دير الوراق مع شي وحده وعندك تبقى معاها 5 سنين وتحيد شهاده السكنه من عندها. راه كاين كونترول ما يمكنش، راه كنصحكم بها. هادشي اللي كنقول لكم سواء في بروكسل سواء في اسبانيا، خليني في فرنسا وفي الدول الاخرين كنهضر على بروكسل واسبانيا، ما يمكنلكش دير باريخه وتبدل لادريس، اولا شي مراه كبيره تبغي تهزها من العائله وعندها نفس الاصل وديك الشيء دير لك الوراق وفيهم 5 سنين وتبدل الوراق وتبدل شهاده السكنه في ديك 5 سنين، ولا دير شي تخدم ودير الدار في سميتك، تكري الدار في سميتك راه كيطلعوك اوتوماتيكمون شي كيصيفطوك واحد البرا بان فلان 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 الوراق ديالك راه ما بقاوش خدام. يعني دابا لا شد الوراق ما يحيدش شهاده السكنه، يخليها ما خصوش يحيد شهاده السكنه. الى حيدها مشكله، ولا حيدها ماشي كنقول لك ما يفلتش، نو يفلت، ولكن خصك تعرف بانه ولا حيد شهاده السكنه وطاحوا فيه مشكله. وجوب حيت كاينين كونترون ديال هادشي باش تعرف، راه الناس حابلو ما كاينش، راه كاينين كونترون ديال كلشي، اي حاجه عندها كونترون يمكن لي يبدلها شهاده السكنه، تبدل شهاده السكنه هو وديك الشخص اللي داروا هو وياه الطريقه، حيت دابا عاقوا مثلا بدا الطريقه مع شي وحده يبدلوا الدار بجوج بهم نفس شهاده السكنه، يسكنوا في نفس شهاده السكنه ما كاينش كاع مشكل، ولكن باش يدير هو شهاده سكنه بوحدو على الاقل بعدا خصو ديك 2 عامين الاولانيه ما يحيدهاش.
فهمت؟ عامين الاولانيه على الاقل بعد، علاش ملي كتفوز عامين صافي كينساوهم، ولكن في عامين الاولانيه خصو يرد الباه ديالو، ومن اللي عاد دوز عامين يطالب بالكونترا، يدبر الكونترا ديال العمل، يقلب الاوراق الرسميه ديالو، يقدر يبدلهم بعد عامين، بعد عامين يبدلهم في القانون الجديد ديال اسبانيا. يعني هذا اللي كاين، الله يسهل على الجميع. الله يسعدك، شكرا، بارك الله فيك خويا، تحياتي اخويا العزيز، شكرا بزاف. الله يحفظك. مرحبا اخوتي، شكون اللي باغي يطلع في اللايف؟ ما رجعش عندنا، ما عرفتش كيفاش غنوصلوا له. مرحبا خوتي، كملونا 40,000 اخوتي. طلب ليس امر. هاد العلامات كاملين ما دايرينش معايا الاشتراك اخوتي، الله يجازيكم بخير. هاد العلامات كاملين ما دايرينش الاشتراك، كملونا 40,000، الله يجازيكم بخير. السلام عليكم. السلام عليكم اخي، كي داير؟ الله يحفظك خويا العزيز، تفضل اخويا. مرحبا. الله يحفظك. الله خلاص، بغيت نسولك دابا دايز طلع عندك في التيك توك لواحد واحد الفيديو داير، بلي قلت لي هاد الابليكاسيون ديال التقلاب لا فابورابلي ما خداماش، وانا ندخل بغيت نسولك علاش، ما عرفتش علاش. والله ما فهمتك اخويا، علي صوتك شويه. كيفاش فابورابلي ما خداماش؟ قلت لك تنقلب في داك الابليكاسيون في جوجل باش حيت انا دافع دابا شي جايه ربع الشهر هادي، واه وديك الابليكاسيون ما خداماش، وشفت كده داير عليه واحد الفيديو شفتو دابا حاليا. لا هذه قلنا ما خداماش، دابا هذه مده التاريخ اللي في فيديو، دابا تقريبا شهرين دابا باش قلتها، ولا في فيديو، ما عرفهمش انا الفيديو واه ديالي تقريبا شهرين، غتشوف التاريخ تحت في فيديو. هذيك اخويا كانت تبلوكات شي ايامات، دابا كيجاوبوك من بعد 3 ايام يومين نهار كيطلع لك فابورابلي اوتوماتيك، فالي دابا ملي غيجاوبوك من بعد 3 ايام يومين كيطلع لك فابورابلي، ولكن انت ملي تدخل تشوف ما تشوفش غير مني بلاصه تعاود مني، دير ديك النمره طويله، ولا كتعرف واحد النمره طويله كتكون عندك في ديال الورقه في هذاك عرفتها. نيميرو ديافور، ما سمعتكش مزيان، قلت ايه؟ قلت لك هو عرفتها، هو داك النيميرو الطويل فيه عشرة الأرقام. بيكسار هو هذاك، هذاك النيميرو كديرو في عاود النيه فوقي، هو كيعطيك 100%، والنمره ديال الديني من بعد يومين 3 ايام عاد كتعطيك، يعني راقبهم جوج بيهم، وراها خدامه 100% دابا. وشوف بلاصه انت اخويا في اسبانيا باش نعرف شحال كيتعطلوا تما. أنا في ألميريا، أنا واحد ديال ألميريا. ماشي مشكل اخويا، نورمال، باقي حتى الناس معطلين عليهم، الناس كيجاوبوهم 4 شهور، 4 شهور ونص، 5 شهور، يعني ما عندك مناش تخاف، مادام هي كتطلع انترميتي يعني ما كاينش مشكل. فالي الله يحفظك. هذا تحياتي يا اخويا، شكرا بزاف ملي دورتي وتلاقيتي فيديو ديالنا صدفه، الله يحفظك وبارطاجي معاك هذا اللايف. شكرا اخويا العزيز، الله يحفظك خويا، الله يعاون. الله شكرا اخويا، جزاك الله خير. يا الاخوان مرحبا بكم، شكون اللي باغي يطلع معنا في اللايف؟ الاخ خالد، اخ خالد مرحبا، الاخ خالد، الاخ خالد مرحبا به، صيفط له، راه طلعنا خالد هو معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا خالد. الحمد لله، خنا دايرنا خصنا الزرده، خصنا الزرده دابا ضروري اخويا خالد، راه غادي نطلع الدار قلنا بالدرب باسبور ونتلاقاو ونديرو الزرده، كان وحدك اخويا خالد. يا سيدي مبروك عليك، تستاهل. الله يبارك فيك اخويا خالد، الله يجازيك بخير، الله يرحم الوالدين. انت الا جاتك مع 31 سنه، 30 سنه كملتيها بالاوراق، 30 سنه والله العظيم الا كملت 3 شهور، البارح 12 الليل كملت 30 سنه بالاوراق، اليوم انا بدا الحياه ديال 31 سنه بالاوراق، الحمد لله. الحمد لله يا سيدي، الحمد لله على سلامتك. الله يحفظك اخويا خالد، وقبيلتي كنطلل عليك ما كتبانليش هنايا كاع، قلت لي مع قلت لي انا كنت قلت لي بين 3 و4 كنت حتى 4 وتغدى، ولقيتك انت واقيلا تغديت ودرت القيلوله، قلت بلاتي بلاتي حتى انا نتغدى، غير حط واحد طلع الله، قلت له والله ما يحشيها لي بلاتي حتى نتغدى على صحتك اخويا خالد. والله لا حتى انا ما نكذبش عليك، جيت من قبلتي برا وقع لي مشكل ما عرف، المهم سبحان الله هذا النهار ماشي هو هذاك، دابا الميكرو شعلته نورمال ما كيقيسو لي حتى واحد، جاني ما بغاش يخدم لي مزيان، يعني وقع العكس حيدته كاع، قبلتي برا كومونتيرات ما بغاوش يطلعوا ليا، ما درت والو للتيك توك، ما بقيتش والو بصح ديالي ولا مقربش فيها. في الاول شي مره كيطلع هكاك، اه ملي طلعتي في الاول صافي طلع محبس الكومنتاريات، واه قبلتي في الزنقه وصوبته. والله الحمد لله بعد ايوا الحمد لله، كيما بعد العسر يسرى، الانسان يصبر يتكرفص من بعد ربي فرج، زعما عندك ما دير الانسان يصبر ويرد البال ديالو مزيان، لان كي قلت انت هذاك من الصباح واخا ما كنتش طالع معاك في اللايف كنت كنسمع، درت التليفون وكنسمع. واه واه واه، يعني الاخوان يردوا البال ديالهم مزيان، لان كاين بزاف ديال الناس. شكرا اخويا عبد الله. الفريسه ديالهم شنو هي؟ الفريسه ديالهم هو ملي كيشوف شي واحد ما عندوش ورقات، هذا منين كملوا مع الكونتراتويات دابا راه غيبداو الكورسويات وغيبداو الباريخات وغيبداو دوك السبليون اللي عندهم ديسكاباسيدات،
وكاملين هذا الشيء. واحد ما يعبدو الانسان ما خصوش يكون طماع، الانسان خصو يكون يفهم مزيان، طلع مع هذا طلع مع الاخر، وكل واحد كتطلع معاه يعني كي يعطيك شي معلومه دائما ديرها عقل عليها مزيان، وملي كتسمع شي معلومه مخالفه خصك ضروري دير علامه استفهام اخرى بيناتهم شكون اللي صحيحه. ما يقدرش عرفتي يكون نفس الموضوع يكون عندنا فيه جوج ديال الحالات، واحد يقول لك اه واحد يقول لك لا، الا الا اختلفوا كاين حاجه اخرى. شنو هي دابا؟ بحال دابا انت كتهضر، انا مش حال واحد مثلا غادي يطلع يقول لك لا هذه ما كايناش، الاخر انا كنطلع معاك كبروفيسيونال نقول لك اه كاينه. علاش؟ لان اسبانيا المكاتب ديال الهجره كتختلف من بلاصه لبلاصه اخرى، والمعالجه ديال الملفات كتختلف من على حسب الملفات. كاينين البلايص اللي كيتساهلوا، كاين البلايص اللي ما عندهم ما على بالهمش كاع، باغيين غير بنادم يدفع، كيشموا غير شويه ديال الريحه ان الدوسي يكون مزيان كيعطيو له فابورابل، وكاين شي بلايص وكيكون مزيان مليون في المية وكيعكسوا معاه كيقلبوا له غير باش يرفضوا له. علاش؟ كيكون بنادم طلع لهم في الراس، وكاينين صحاب القوال هما حتى هما عندهم بزاف، راهم هنا البلايص اللي كتلقاهم يعني فيهم ستراخيروس بزاف، كتلقى دوك البلايص كاع دوك القوالب اللي يجيو كنتاع الراس هما عارفين من عارفوهم شحال هذه تاع عندك هنا 5 سنين، هما 20 سنه ولا 30 سنه هما عايشين في القوالب. دوك الانسان من الاحسن دائما يرد البال ديالو، وكي كنقول انا يعني عندي المكتب ديال الخدمات كندفع للناس، كنقول الانسان الا كيكون متاكد باللي غيدفع لراسو يدفع فوقاش يقدر يدفع، يكون متمكن من المعلومات، تكون السيتا يعني موجوده، ويكون حاجه اخرى يعني له الاكسبيدينتي الاول، وتكون الحاله ديالو الماديه يمكن ما كتسمحش. وخاذو حنايا ماشي مره ولا جوج كنقولهم اللي ما عندهمش مرحبا بهم، كاين تسهيلات في الاداء، كاين يعني ما كنشدوش 600 ولا 700 ولا 800 يورو على الانسان، وكنحاولوا ما كندفعوا لهم حتى كنشوفوا لهم يعني الدوسي كامل مكمول، وفي يعني ما في اي واحد كلشي باغي يدفع، اي واحد راه بلا اوراق باغي يدفع الوريقات. ولاني مش غادي نشد عليك انايا، انا راه عندي المحل ديالي، عندي الناس كيخدموا معايا، عندي محاميين، عندي خستورين، كلشي خدام. اي كيجيب ليهم ملي كيطلع ليهم كيجيب انت باش غادي تجيب لهم ملف خصو يتخلص. ولكن انت الا كان الملف ديالك ما واجدش، اهلا وسهلا طنجاوي، مرحبا اخي طارق، تبارك الله عليك الاخ طنجاوي، احلى احلى الله يعطيك اخويا طارق، مرحبا الله يحفظكم. كمل كمل اخويا خالد كمل. خصنا الزرد قبل ما نكملوا والله ما يحشيها لنا، خصنا الزرد غادي والله ثق فيا، والله واحد اخويا خالد غنطلع لطراكونه غنبدل الباسبور عندي في العلوان في مدريد، مرحبا غنطلع نبدلو على حساب طراكوسه، ولا غنطلع عندك طراكونه تما، راه تما عندنا قنصليه. مرحبا. اذا كي قلت لكم الاخوان يعني مساله ديال الاستراخيريه ماشي شي حاجه ديال نقولوا حنا الانسان خصو يكون عنده الدكتوراه، ولكن كاين الحالات اللي الانسان كيتزرف، خاصه الحالات ديال الموديفيكاسيونيس ديال الرينوفاسيونيس، يعني الانسان كيكون جايب العام جايب 3 سنين وكيمشي شي مرات كيتزرف، ماشي المصيبه الكحله كون غير كيتزرف دفع الراجل، كاين شي مرات كيمشي لشي بلاصه ما كيعرفش هو فلان دفع بلاصه اخرى، راه الاغلبيه ديال الاكسبيرينتيس كيما دفعتيهم كيخرجوا. ولكن مره خويا خالد نقدر نقطعك واحد الفيلم موقف صباح في سترانفيريا، نقطعك واحد الثانيه، انا شاد فينا وقدامي واحد مغربي واقيلا باغي يهبط للبلاد ولا ما عرفتش، جاب سيتا باش يهز الطرخيطه ديالو، وملي شفت له السيتا ما دالاش يكون فيرمي، ما فير السيتا ولكن ما فيرمهاش، راه دار دايش السيتا ما شداش هو راسو مزيان، هو شد شهرين اخرى باش يشد السيتا عاوتاني. تفضل اخويا خالد. دابا هذه نقولوا حنايا من الاخطاء اللي كنقول لك انا كتكون متجاوزه، ما شدش السيتا يمشي يشد السيتا اخرى. دابا غير انتم تما في صراغوصه، دابا السيتا كتكون كي قلت انت قبيله من طلعتي في الصباح كتقول تمحنتي باش تشد السيتا وشديت جوج ديال السيتا، حنا في طراونه هذا المشكل كاع ما كاينش. دابا انا عندي جوج الناس عندهم فابورابل اليوم غنشد لهم السيتا، غنشد لهم الباصات ولا الباصات ولا باش تاخذ تشد لهم كتشد لهم السيتا ماكسيموم سيمانه. عندنا البصمات انا شديتها دغيا باش نهزهم، جاوبوني واحد في 6 حتى اليوم عاد هزيتهم. كي قلت لك هنايا الحاجه الوحيده اللي كيرد ليها الانسان البال شنو هي الاجالات، يعني الا عندك انت الترخيطه كتمد دابا انت عطاوك فيها العام، ملي عطاوك العام عندك دابا انت الريغو سوسيال باش دير موديفيكاسيون عندك شهرين قبل و 3 شهور موراها،
دابا انت تدفع باي طريقه في هذا المشروع، ولكن ملي كيبقى لك انت هذيك 90 يوم ورا ما يموتوا الوراق، خاصك دير اليرتا ودير الارمات تشوف انت اش واقع على الوريقه ديالك اللي كانوا باقي ما جاوبوش، لان 90 يوم ونهار غادي تبدا من الزيرو، وتبدا من الزيرو المعلومات كبيره واحد المعلومات اللي ما كنعرفوهمش اشنا هما. هو الارايغوس راه كل ارايغو كما كان عندك الحق تستافد منه مره في 3 سنين، يعني راه ماشي غادي تمشي انت مثلا غادي تدفع وغادي تمشي ما صدقوش الوريقات كاع الا كنتي درتي 6 شهور تقدر دير ارايغو لابورال، ولكن في جميع الحالات انت غادي تعاود تبدا من الزيرو. دونك هنا علاش كنقولوا حنايا الانسان ضروري منين كتطلع كتبقى تاخد شي معلومات مزيان. كاين الاخوان ما شاء الله دابا يعني الى هضرنا على قانون الهجره والمعلومات اللي كتعطي دابا، الى هضرنا ردينا السين تا واحد العام ونص ما كانوش هاد المعلومات يعني بهذا الوتيره وبهذا الجوده، كان كل شيء غير كيشرق ويغرب. كان جوج ولا ثلاثه المحاميين كانوا مقرقبين بهم الراس وكانوا داروا حاله في عباد الله في اسبانيا كامله، وكل واحد يعني كيدير لك شي اثمنه خياليه، والصوصري واو من جهه اخرى، والانسان كيجي هنايا منين كيدخل اسبانيا بحال الا دخل يدوز العسكر ولا دار شي جريمه في حياته، يعني ماشي كيجي هنا باش غادي يبدل، غادي يبدا واحد الحياه جديده وغادي يبدا يعني واحد الخطوات اللي غادي تبدل الحياه ديالو وغادي يزيد قدام ويدير واحد المستقبل يكون يعني مزيان. اذا كي قلت انت يا مزيان راك شرطي ليها مزيان، الانسان اللي قاد على الشغل ديالو مزيان، وهي الاحسن حاجه هو انك انت تكون عارف وتمشي للمكتب اللي غادي يدفع لك تكلفك الدوسي ديالك، حتى هو عاد تمشي عنده ماشي تدفع غير راسك عطيه تما خويا خويا تبدل. خالد نقطعك تاني. انا ملي مشيت ندفع مشيت عند المحاميه قالت لي ما يمكنلكش تدفع خصك 8 سوايع. اول حاجه كيفاش كنقول لها عاش انا القانون اللي عارفه انايا راه عندي الدري عندي الحق ندفع 4 سوايع ماشي لا انت اول مره تدفع خصك 8 سوايع. وانا عارف الشيطان المحاميه وهي كتعرفهم بستره خيريه، قلت لها واخا هزيت الاوراق ديالي المسائل ديالي هبطت بستره خيريه، جلس مع الموظف تمايا بقى كيهضر معايا ونهضر معاه، قلت له انايا تكرفص الصراحه زين، قلت له ما تقوليش انا ناقصه شي ورقه، افتح الملف طق 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 قال لي يا فالي، قال لي اتصل وكذا ما تخربش داك الشيء، عطاني شي وريقات. قلت له نسولك واش خدام 4 سوايع بري كونترا؟ قال لي القانون اللي كاين دابا سي، قال لي انت عندك الدليل كذا كذا، شاف المسائل ديالي كامله، قال لي سيت انا عيطولك زعما سيرت، عطاني الورقه ديالي عطاني كل شيء، بقيت كنراقب الملف ديالي. شهر الاولاني صيفطوا لي بان عندي مشكل في حسن السيره. حسن السيره الناس اللي ما كتعرفش المشكل ديالي انا ديال دفعت اريكو بارافورماسيون رفضوا لي بسبب حسن السيره، صيفطوا لهم مريض فيها النفقه. هذه انت هذه خصو يعرفها بنادم بان راه كاين بعض المشاكل اللي وقفوك في الطريق، هذا هو السبب علاش رفضوا لي اريكو بارافورماسيون. بقيت كنتعذب وفي الاخر جاب الله بري كونتراتو دفعنا وجبنا حسن السيره نقيه، شفينا داك الشيء اللي عندنا في المغرب خلصنا. ملي جينا دفعنا قال لك كي درتي لها نتايا جبتي حسن السيره نبدلها على الاولانيه دغيا دغيا كي درتي؟ وكيفاش كيفاش غنجاوبهم اخويا خالد؟ بقيت كنفكر 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 كنفكر، وانا عشت السيتا وانا هبط عندهم مباشره ما عرفت كندير، وانا ندخل عندهم قلت لهم انا نشرح لهم مباشره وصيفطوا لي المغرب ليمبيو بان هذيك المخلصه عندي وهذيك الشيء ترجمتها بزاف تكارفيس. مشيت عندهم قلت لهم انا راه خلصت ودرت كل شيء وما عندي حتى مشكل، ديجا كانت عندي واحد النفقه وانا عايش هنا بالوراق ما نقدرش نخدم باش نخلصها. دابا عائله وقفوا معايا تما قد قضوا لي الغرض صافي صوبوا لي المشكل. شديتهم ديك الورقه ثق فيا خويا خالد ديتها لهم بقى 23 يوم عطوني فابورابل. تعرف نزيد لك انا معلومات اخرى في هذا حسن السيره باش غادي نعزو اليوم دابا نفرحوا بيك ونعطيك معلومات حصريه. الله يحفظك اخويا خالد. خصنا نعرفوا باللي حسن السيره اشنا هي. حسن السيره تقدر تكون في حال الحاله ديالك انت ديال النفقه كتجيب لهم حسن السيره وكتجيب لهم ذاك الكاسو اللي عندك ولا السينتيسيا اللي عندك. النفقه النفقه نوس اون ديليتو ان اسبانيا ماشي جريمه في اسبانيا، في المغرب كتطلع لك الوسخ، ولكن ذيك انت الكاسو اللي عندك في المغرب ماشي هو نفس كيتعطى يعني كلاسيك كيتصنفش هنا جريمه في اسبانيا تدفع ولكن بيها. ولكن لا هما اش قالوا لي؟ شوف شوف اسمعني مزيان، انا كنهضر معاك يعني عن تجربه، كتدفع بيها وكتجيب الحكم ديال المحكمه كتقول لهم باللي انا داكشي اللي عندي اهو، وكيعطيو لك الوريقه ديالك واخا حسن السيره. علاش دابا انت
هذاك الشيء اللي كان عندك ديال النفقه، علاش كنعطيك انا المعلومه؟ هذاك الشيء اللي كان عندك انت ديال النفقه، يعني مشيتي كنت شي حاجه يمكن قديتي عليها ولقيتي اللي وقف معاك. وراه كاينين الناس اللي عندهم شي واحد العدد كبير ما يقدرش يخلصه وما كاينش اللي يوقف معاه. لا لا ما كانش، انا مشكله اخويا خالد انقطعك، انا ما كانش عليا بزاف، بحال نقول لك فيلم ديالي صغير، ولكن داروا عليا بحال لي ريسيرش بان ندخل نخلصها ولا نتشد، ماشي غير عليا نو، داروا عليا لي ريسيرش بان انا مبحوث عليا خصو نتشد باش نخلصها. شوف دابا انت كنقول لك يعني واحد الحكم اللي عندك انتيا خصو يتنفذ، لان هذيك السيده اللي الام ديال ولدك ولاد بنتك هي يعني مشات لديك المسطره، مشات باغيه هي كل ما دفعت مثلا القضيه ما دفعتش بيك الدعوه ما غيكون والو، وهي نيت تكون صبرات، تكون صبرات تكون في الصالح ديالها من هذا المنبر. كنشوفوا حنا دابا كمسلمين الا ما كانش وصلنا باش غنكونوا زوجين ونبقاو بزوجين، الانسان خصو يكون في قلبه الرحمه. دابا انت هنا تخيل معايا واحد الحاله بحالك، السيد طالع من المغرب مشى برا، علاش غادي تدعيه؟ هذا هو المشكل. كاينين الكلاب حاجه، كاينين الكلاب. مرحبا الاخوان، الاخوان ديالي، طلب ليس امر، باقي لنا 20 الناس اللي كملوا 40000 عائله في التيك توك. يلا اخوتي ديروا الشيرك اللي ما دارش يشير، بارتاجيو لينا هاللايف ودعتوا له 41 باش غادي يكمل الفرحه ديالو. البارح كمل 30 سنه، اليوم كمل 40000 ابوني، ضلوا ريخات النهار اللي قاعد يتفاعل معانا، يعني غيولي شي واحد اخر هذا الطنجره. الله يعطيك اخويا خالد. والميكرو مشى، الميكرو خصنا نصور مشى. خصك الفلوس دابا انت، ماشي خصك الفلوس، خصك تمشي تخدم ودير لنا شي ناس ميكرو. كنخدم اخويا خالد والله، الا كنخدم من الصباح حتى العشيه كنجي لك عارف. الله يعاونك. اذا كي قلت لك مزيان في الوقيته اللي كنكونوا في هذه الحالات، خصنا نتعاونوا مع بعضياتنا باش انت تاخذ الوريقات ديالك وتخدم، وديك الساعه حتى انت تكون راجل وتبقى تصيفط لها الدوبل، ماشي الانسان يدير لك العصا في الرويضه وصافي ديك الساعه صافي غادي راه عوره. الا ما خديتيش الاوراق ما غاديش تخدم على خاطرك وما غاديش تخلص حتى هي. هذيك هي الظروف اللي كانت عندي انا. هو الانسان خصو يكون يعني تكون فينا شويه ديال الرحمه. الله يحفظك اخويا خالد، الله ينورك. الاخوان الناس ديال التراكونه، الناس اللي باغا تعرف شي معلومه اكثر، حيت اخ خالد هذه هي الكذبه ديالو. والنقطة الثانية اللي ما دايرش الشراك عند أخ خالد، طلب من عند أخ طنجاوي، مرحبا بكم عند أخ خالد، ديروا الشراك. أخ خالد كيكون عنده توا معلومات، ومشحال مرة طلع معنا في اللايف، ومازال إن شاء الله في المستقبل غنديروا مواضيع زوينة وأي حاجة عندها علاقة بالهجرة. ومرحبا بالجميع أخوتي، واللي باغي يسول شي سؤال مرحبا. خويا خالد السؤال ديالي بغيت نسولك دابا، خدمتي مع شي واحد غايكون سوسيال، خدمتي معاه شهرين ووقفك بالخدمة، وبقيتي كتقلب على خدمه في الشركات، قلب هنا وعندك سي في وعندك كل شيء، وكملت عام بغيتي تبدل ما لقيتيش خدمه، كملتي عام بغيتي تبدل، غتبدل ولا ما غتبدلش؟ خايفي وقفك ماشي انت وقفتي. الاخ خالد راه محيد الصوت، خليه تيس يرجع. انا معك، انا كنت كنهضر مع سوبرينو. خذ راحتك، خذ راحتك اخويا خالد، كون عندك شغل حيد الصوت، خذ راحتك. مرحبا، شكرا. بالنسبه للخدمه طنجاوير، الانسان خصو ضروري يركز على واحد الحاجه، شنو هي؟ دابا هما الوراق، الا خدمتي 3 شهور ودار لك الباخه الخفيه راه كتبدل، غير خصك تكون مسجل في لينيم كتقلب على الخدمه. كتسني واحد عندهم واحد. الا درت نتايا الباخه فولونطاريا خصك مينيموم 9 شهور، والا كاع درتي الباخه فولونطاريا وما وصلتيش 9 شهور، على الاقل خصك تصال ب 6 شهور باش تبدا من الزيرو. ولكن الانسان علاش كيدير راسو في هذا التحدي؟ واش خديتي الوراق وسير تخدم كما دايره الخدمه، خدم ما تعرفش باغي تقلب على القانون ديالك الحقوق ديالك، منين دير الوريقات ديال 5 سنين دائما كيقول لها ديال 5 سنين، ماشي العامين الاولى ولا الزوجه ولا الثالثه. خدم على راسك وتعلم، نهار كتخرج لك شي خدمه. انا الخدمه راه خدمه، الا كنشوف ان واحد الخدمه جاي فيها مثلا 4 شهور ولا 5 شهور، غادي تخرج لي واحد الخدمه على واحد 50 اورو ولا 150 اورو ومشي نبدلها. نو، الانسان ما يبدلش واحد الحاجه مضمونه بواحد الحاجه حيت غادي يطمع فيها واحد العدد ديال الفلوس زايد غيقلي. هذا هو المشكل، هو هذا دابا راه كاينين الناس غالطين بزاف ديال الحوايج. والنقطة الأساسية اللي غادي نتجهوا ليها دابا خويا خالد، الناس قال لك بأن ما كاينش أريغو بارافورماسيون في سيرتيفيكادو بروفيسيونال قل 200 ساعة. قال لك كيمشيو للمدارس كيقولوا لهم بأن ما كاينش أريغو بارافورماسيون، ما كاينش الكورسوس ديالهم قل 200 ساعة، خصك 220 ساعة. ما كاينش اونلاين وما كاينش اونلاين وما كاينش اونلاين. تفضل اخويا خالد. نعم، الحاجه اللي فيها الاختلاف وما تفهمتش مزيان،
هما الكورسوس ما بقاتش المينيموم ديال السوايع، ولكن اونلاين اونلاين ما مقبولش. اللي لا مقبول اللي قلت لهم انايا، قلت لهم خويا خالد قلت لهم راه تقدر تقرا اونلاين حضوريا، ما فيهاش الاختيار هيدا ولا هيدا، تقرا هيدا وهيدا. هذا هو اش كنقول لك، هذا هو الخطر. علاش كنقول لك انا شي معلومات يعني الانسان حيت ما كيداش بها، ويمكن حتى شي واحد ما يدفعش الاخر. خويا خالد، خويا خالد غنغتنى من الفرصه، يعني غنغتنى من الفرصه وغنوضحوا للناس ان الاونلاين اونلاين فقط وحديتو الاخوان راعينا ما نقولوه في اللايفات عديده ومتعدده، راه ما مقبولش، خصو يكون ايبريدو. والاخ خالد لا كان ممكن شرحنا هاد ايبريدو، شرحنا هاد الناس شنو هو هاد ايبريدو، هاد النوعيه ديال هاد الكورس، وهذا باش الناس توعى اخي خالد، حيت بزاف ديال الناس كيقول لك وانا عندي الوليدات خصني نقراهم اونلاين، واش فهمتي كيفاش؟ الله يجازيك بخير اخي خالد لا كان ممكن. نعم مزيان اخ طنجاوي، انا نوضح هاد النقطه ديال الكورس. الكورس دابا ما بقاش فيه المينيموم، وهذا اللي ما بقاش فيه يعني اوبليغاتوريو 100% بريسينسيال. تقدر دير بريسينسيال او لا بريسينسيال اي فيرتوال او لا بريسينسيال اونلاين. اشنا هي ايبريدو؟ يعني بريسينسيال ضروري تكون فيه واحد الفتره، اما ما يكونش بريسينسيال يعني كاع براز زيرو بريسينسيال ما مقبولش. علاش؟ لان هما ملي كيكون بريسينسيال كيشوفوا ان هذا الانسان هما دائما كيعطيو لك واحد الفرصه انك نتايا كتمشي وكتكون كيكون عندك شويه ديال البراكتيكال. علاش؟ لان ملي كتقرا نتايا سيرو الا داروا اونلاين، الا داروا اونلاين حتى واحد ما غيقراش، هو غادي توقع تسمصيرك بزاف. وحنايا ما عارفينش، نتايا تخيل معايا انا الا قلت لك اونلاين، دابا حنا طالع من 179، كاين الناس اللي راه دياولك تما، كاينين دياولي، كاين ديال طنجاوي، كاين مجموعي. هاد الثقه اللي عندنا تقدر دغيا تنغنيهم. علاش؟ لان كلشي حنا كنقلبوا على الحاجه السهل، ولكن ملي كتكون بريسينسيال كتكون تعارف المدرسه او المركز او الاكاديميه او المعهد فين غادي تمشي تقرا فيه، كتحيد عليك ديك الشك انك غادي تشمت. دونك هنا باش غادي نوضحوا مزيان ان 210 سوايع ما بقاتش يعني اوبلوغات. تقدر دير ديال 500 ساعه، تقدر دير ديال 60 ساعه 70 ساعه، ولكن ضروري يكون مينيموم ديال انه يكون فيه واحد البارتي بريسينسيال وواحد البارتي كتكون ولا كيكون فيه بريسينسيال اي اونلاين او لا بريسينسيال اي فيرتوال. اشنا هي اونلاين؟ اونلاين هو انك نتايا، لان مش حال واحد كيسمع اونلاين هي غير تدخل وتقرا، نو هذه كتسمى فيرتوال، يعني كيكون عندك واحد نتايا فوقاش ما بغيت تدخل تقرا، كتكون تما واحد الكورسو كتبدا، كيبدا لك الفيديو كتسمع لا تيوريكا، ومن بعد كيعطيو لك لا بريغونطاس وكتجاوب. وكاين اونلاين هو ان دابا بحال هادشي اللي كنديروا د اللايف دابا، بحال طنجة وراه الاستاذ وحنا كيقرينا، يعني هذا هي اونلاين. يعني راه هو الاستاذ اخويا خالد كيعملي في نفس الوقت، يعني نوضحوا هذا الشيء ديال لا فورماسيون. وحاجه اخرى دابا قبيله كي كيهضر لينا الطنجاوي، هو راه كيهضر وكيقول راني تمحنت، ولكن بيني وبينكم راه ما تمحنش. نقول لكم علاش؟ دابا هو السيد قال لنا دفعت اريكو فورماسيون ومشى، وقع عليه المشكل في حسن السيره، وحسن السيره راه هو تما اللي طلع عليه الزهر. حقاش؟ علاش؟ كون دار اريكو فورماسيون وهو عنده اكثر من 3 سنين، خص يدير التكوين، هذاك التكوين اللي خصو غيدير فين غيكون عنده المشكل. دابا هاد 20 ساعه هذاك الشيء فاش لقى، فاش لقيتي انت الخدمه؟ راني كنسولك طنجة، فاش لقيتي الخدمه انت يا الكونتراتو ديالك؟ اش من خدمه لقيتيها فيها؟ بينتورا. يعني انت كون باغي تكمل في هذا الكامينو كان خصك تمشي تجيب الكورسو ديال بينتورا، يعني اوفرا، يعني خصني نجيب كورسو متعلق باوفرا. يعني دابا انت يا كنت كان عندك باش ليبر باش تاخذ الكونترا فاش ما بغيت، صدقت كتمشي تكومبليكي على راسك كتخليها الا في البيندور. فهمنا؟ يعني التجربه هو دابا هو عاش التجربه، ولكن بالفضل ديال الله تعالى الانسان ما تمحنش، ولاني فوقاش كتعرف حتى كترد البال ديالك وكدير واحد التحليل. وواحد الحاجه اخرى ما هضرناش عليها، هضرنا على 20 ساعه، ولكن ما هضرتيناش على الانفورمي ديال الريغو سوسيال، بحيث المدام ديالك انت عندها الوريقات ما طلبوكش الانفورمي، يعني كتجيب الكونترا كتمشي تدفع. واش فهمتوا هذه النقطه يا اخوان؟ يعني اللي كيكون عنده هنا المدام ديالو او المدام كيكون عندها راجلها
او اللي كيكون واحد من الوالدين ديالو ما كيحتاج ذاك الانفورمي. يعني دابا التنجاوي هو هذاك الاريغ فورماسيون اللي كان غيدير كان غادي فحال يجي لي عندي يجي من صراغه وصل طرغونا كان غادي يمشي للملقا ويجي طالع. ولكن اخويا خالد سولوا واش طلبوا له كاغيت الصدق مترجم هنا معتبر بالاسبانيه ضروري 100% طلبوا له ضروري كلشي طلبوا ليه لا كومبيمنسيا طلبوا ليه كاغيت الزواج وطلبوا ليه عقد الزياد ديال البنيه حتى ولاد الولد ايه ضروري كيطلبوا ليا باش قبلوا ليا 4 سوايع حيت نورمالمون خصني 8 سوايع وانا تفاس غير 4 سوايع علاش حيت عندي الدري خلق ليا هنايا سير. وبالنسبه للاخ اللي كان كيسول قبيله على واش يدفع على 5 سنين هذه البنت زايده هنايا وبغي انوري الريغو سوسيال عند ديك السيد دابا عنده المعلومات الصحيحه ولكن الصحه ديالها يعني راها نقولوا حنايا ما كاملاش هو ان يكون عندك الولد ولا البنت زايده هنا ولا خصك يكون عنده الجنسيه وهادشي اللي قال هو قال عنده راسيوناليتي عندها راسيوناليتي خرج راسيوناليتي دابا بالي ولا عنده ولا عندها راسيوناليتي هذه نقطه اخرى نزيدوها اشنا هي ملي كيكون عندنا الاريغو تاعنا دفعتي دابا الاريغو سوسيال وتوفيش النينير لا تاتا نجاوب يعني معك ما خا ماشي مشكل خذ راسك اخويا خالد الاخوان باش نوضح لكم شنو باغي يقصد الاخ خالد اول حاجه هضرنا على الكورسوس ودابا الاخ خالد ملي غيرجع نوضح لكم الناس اللي كيقولوا لي الناس اللي كيقولوا لي حنا كنخافوا نسقطوا براكتيكا يعني الناس ما عارفاش الكورسو كي غادي كاين الكورسو اللي فيه براكتيكا في الشركه وكاين الكورسو اللي كتقوس براكتيكا هي نيت هذيك البلاصه المدرسه كديك فين تقوس براكتيكا يعني كديك مع الشركه واش فهمتوني كيفاش كاينين بزاف الاخوان كاين الشركه كاين الطنجاوين وكاين الكورسو اللي انت مع هذيك التكوينيه يعني اللي تعلمتي فيها هي اللي تقول لك سير دبا الكورسو ناقصك كاين عند صاحبك كتعمل عفوا كتقول لك سير انت دبا مثلا البراكتيكا ناقصك وشي واحد كيمشي عند شي صاحبو كيعمل عنده براكتيكا كيعطيه ابطو فهمتي يعني كيعطيه مقبول بحال دابا اخويا طارق متفق معك براو ولكن انا فريد مثلا دابا درتي شي حاجه متعلقه باوبرا عندك مثلا عندك نجاره المويبليس كتركب المويبليس هذيك الشيء راه داخله في اوبرا يعني تقدر شي صاحبك عنده شي شركه اوبرا ولا مهم عنده اوبرا بني عنده داك الشيء كامل وملي كيسالي هو اللي كيدير الانستالاسيون ديال المويبليس وشي كوزينه ديال لافيتاسيون وداك الشيء هذا اللي كوزي كدير نجاره بلا ما تستنى مدرسه تطبق لك فين دير براكتيكا غتعطى عليك مده طويله يعني ولا سنيتي مع مدرسه خصك تستنى مدرسه ولكن من احسن عطيها جوج الحريه تقول المدرسه بانها هي انا عيطوا لي ولا كانت شي حاجه ما كانتش انا غندبر على راسي يعني ولا عندك صاحبك عنده اوبرا وانت داير نجاره ولا داير بينتوره ولا داير كلشي من هذا الشيء هذا عنده الحق صاحبك هذا يدير لك براكتيكا ديالك السوايع ديالك 50 ساعه ولا 80 ساعه ملي تالي عنده الحق يعطيك بري كونتراتو سواء تخدم مع بينتوره سواء اي حاجه المهم كيعطيك بري كونتراتو هذيك بري كونتراتو داخله فيها اوبرا يعني داخله فيها نجاره ملي كنقول نجاره راه فيها جوج الانواع كاين يا خو اللي كيخدم نجاره بوحده غنجاره وكاين كورسو ديال نجاره ومويبليس يعني تقدر تخدم مواكن وتخدم المويبليس يعني تعمل الانستالاسيون فهمتيني كيفاش اخويا طارق هذا خصو يعرف هذا بنادم تقدر تجيب بري كونتراتو ويدير لك غير صاحبك اوتونومو يكون ديكلاري في القوانين ديالو يدير لك بريك يدير لك براكتيكا ويعطيك الوريقات ديالك من تما كتخرج سيرتيفيكادو بروفيسيونال ديالك وكتقلب على راسك يا سطا يعني هذا هو كاين ما كاينش بان انا نسقط براكتيكا او نسقط في هذه راه ما كيعنيش تخدم مع صاحبك في اوبرا وهاد صاحبك هذا عنده مثلا لنفرض مثلا باش نفهم لكم هاد صاحبك هذا كيخدم اوبرا كيدير انستالاسيون ديال مثلا ديال الموبيليس كلشي وهاد صاحبك هذا هذيك 80 ساعه خدمتي معاه انتيا 80 ساعه خدمتي معاه في اوبرا يعني داخل اوبرا ديالو يعني كتحسب لك براكتيكا يعني تجربه مويبليس ولا في اي حاجه يعني خدمتي مع صاحبك وهذا صاحبك هذا خصو يكون عنده اوتونومو او يكون عنده الشركه داخل فيها كلشي كيخدم كلشي ديكلاري كيخدم كلشي كيخدم زعما مويبليس كيخدم بيتورا اوبرا كامله يعني اوبرا كومبليتا ماشي كيخدم واحد الحاجه وصافي يكون اوتونومو قانوني يكون ديكلاري بالقوانين ديالو علاش حيت ملي غدير عنده براكتيكا راه غيدير لك السيغورو ديالك كلشي ديالك يعني غيديكلاريك باي حاجه ديالك هذا ملي كتسالي يا سطا يا ديك الساعه كيبقى عندك اي بري كونتراتو بغى يخدمك معاه كيعطيك بري كونتراتو ديك الساعه رابيدو كيجاوبك خصك تعرف بان ملي يعطيك بري كونتراتو كيدير لك بان انا السيد محتاج نخدم فيه ما كرهتوش يبدا معايا مثلا هو كيدير لك داكشي هذاك هو كيدير في السيستم الخيستور ديالو هو كيدير لك مسائل اول حاجه ملي كتدفع الريغو بار فورماسيون باش تبدل الريغو ديال عامين استرا خيريه ضيا كيجاوبو راه ما كيتعطلوش على بنادم غير هو
خصو الانسان يعرف الطريق اللي غيشد. ولا عندك هدف راه توصل، ما عندكش هدف راه ما غاديش توصل. هادشي اللي كاين اخوتي. خوتي مرحبا بكم، خوتي كملوا 40000 اخوتي الله يجازيكم، ما بقى لنا والو نكملوا 40000، باقي لنا 15 واحد، كملوا 40000 عائله اخوتي، تحياتي لكم. المهم غادي يكون عندي اللايف ان شاء الله في اليوتيوب، الاخوه اللي باغا تطلع معايا في اللايف في اليوتيوب مرحبا. اللايف اليوتيوب غيكون عندي مع ان شاء الله مع ال10 ولا ال11 ديال اللي غنديروا اللايف مؤخر شويه، ما غنديروش فكري، مع ال11 اولا ال10 ديال اللي باغي يطلع معايا في اللايف ديال اليوتيوب مرحبا به، مع ال10 اولا ال11 ديال اللي مرحبا بكم. شنو السلام عليكم، السلام مرحبا خويا، مرحبا بالجميع، شكرا اخ محا الناس اللي كدير الاشتراك مرحبا بكم وتحياتي لكم وشكرا للجميع. يلا خوتي بارطاجيو اللايف، بارطاجيو اللايف الله يجازيكم بخير، واللي ما دايرش اشتراك يدير اشتراك. كما كتشوفوا الاخوان المعاناه ديال ربع سنين هذه هي الترخيضه كما كتشوفوها هي، اللي باغي يشوف المعلومات يجي عندي اليوتيوب ديالي. اهلا اهلا خويا بن شريف، تحياتي الاخ بن شريف، مرحبا بخويا بن شريف. الزبده ان شاء الله غنشدو في طرغونا والله. خوتي ملي غنطلع نبدل ان شاء الله نبدل الباسبور تما، ولا كتاب ولا كتاب ولا كتاب غنتلاقاو كاملين تما ان شاء الله، وغنديرو شي بروك واعر تما ونديرو شي جو واعر تما. تحياتي لخويا بن شريف بيبا، تحياتي للجميع، شكرا لك خويا، مرحبا. بغيت يطلع معنا خويا بن شريف، مرحبا خويا، مرحبا بك. اللي باغي يطلع مرحبا، مرحبا بالجميع. بارك الله فيك بن شريف، بارك الله فيك، انت عزيز ولد عمي. الاخ بن شريف راكم عزاز، بيبا خويا بن شريف راك عزيز انت خويا، اعطيهم العصير في كاس كبير. موي بيان ولد عمامي، تحياتي لكم. اهلا خويا بن شريف، مرحبا بك. يا سلام زوين، كي داير بخير؟ كلشي مزيان. الله يعطيك اخويا بن شريف، الله ينورك اخويا، عطيهم العصير. ولد عمامي خويا خالد الغزال، اتوحشناك خويا طنجاوي. كان تواجد اخويا اخويا خالد تمسامن، دابا حاليا في تمسامن. وين الطبيعه عطيتي؟ وين الطبيعه؟ انا ما شفتش الطبيعه والو، وين الطبيعه؟ استنى نقلب الكاميرا، استنى. ولاد عمامي، ولاد عمامي. مخبي من الشميشه. انا جبرتوني خاطر ما كنشاركش بزاف، فهمتيني يا طنجاوينو؟ لا لا اخويا طارق، ما سمعتك. قلت لك جبرتيني خدام عليك شي ما كنشاركش بزاف، هاي كنسمع. راني عارف اللي كاين، خدام على راسك، راني عارف، راه بدا قطع لي الصوت، راني عارف اخويا الطريق. يلاه خدام على راسك، راك باه. خويا بن شريف على الجهاز، خالد اعرف على الجهاز. اودي بن شريف، وعلي اودي بن شريف، كي داير البلاد مزيانه؟ الحمد لله كلشي بخير اخويا طنجاوينو، غير الحراره بالنهار، الحراره بزاف الحراره والصاد ضروري، الصاد راه هو جاري به العمل دابا الوقت ديالو دابا. انا الصاد 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 بزاف، ولكن لا زيد شويه، زيد شويه. لا لا حتى انا في سراقوستار والله العظيم من الحراره شاعله صراحه، نكذب عليكم الحراره في ايوا الوقت ديالها. المهم نقلبوا على الكرموز ونقلبوا على الهنديه، ولكن الهنديه والو هذا العام قال لك راه مخسره. وعندك راه خرجك شي حاجه تما يا السلام. تما والو بونجور تما دور. نقلبوا عليها خويا خالد، غادي نقلبوا عليها، خلينا غير نرتاحوا شويه ونشوفوا. عرفتي يا بن شريف، ديت شي لايف وبدا تقلب على الهنديه. ضروري ضروري، ما نفلتوش. ديت شي لايف وقلب لي على الهنديه والكرموز. على ما تضر عليا مع راسك، عاود لي السواني يا خويا بن شريف، التشفيحة. انا نخرج شويه لبرا، نخرج شويه لبرا نوريكم شويه شنو كاين. تضر عليا مع راسك، البلاد ما كاينش بحالها، الشميشة تعمل كيدي والله ما كاين بحالها اخويا الطنجاوي، بالله غير كتوصل هنا كتفلاشها صاحبي، كتفلاشها. والله العظيم ما كاينش بحالها ان شاء الله، ما اش نقول لك، البلاد ما كاينش بحالها صراحة، الجو ديال البلاد هو الجو عالمي صراحة. الله يسهل عليك اخويا طنجاوي، حتى انت راه ان شاء الله قريب ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله، الله يحفظك الله يجازيك بخير ان شاء الله يا رب. امين. الله يسهل على الجميع الخوت، الله يسهل على الجميع ان شاء الله، اللي ما عندوش الورقه ديالو ان شاء الله. الرمان الرمان، شوف الرمان. الارض ديال الماء يا مدام، كاين الرمان الارض ديال الماء ما شاء الله. الا عندهم الماء اخويا طنجاوي هنا، عندهم الماء على الجهه. كتهضر مع الفلاح، هذيك الارض ديال الماء كتكون فيها الرمان.
هذوك البيران ولا كيفاش كيقولوا ملي كيحفروا كيلقاو الماء وداكشي ما عرفتش كيفاش كيقولوا بالعربيه الصندوق انو قناه سنو انو يبري فيا انو شوفوا العنب شوفوا شلون الخيرات بالعربيه البير شوفوا البير شوفوا شوفوا على الخيرات شوف الخير ديال الله الخير ديال الله حتى الزاوية خاصكم تعرفوا واحد السير ديال الطنجاوي باش عرفوا انا كيهضر الشلحه راه دار الطنجاوي اينو طنجاوي ولا خويا انا باش تفهم انا الاصل ديالي ريفي انا خالق الاصل ديالي ريفي وخالق في طنجه الاصل ديالي ريفي من والدين رياضه انا اصلي ريفي وغلق طنجه مني ما كذا انا اصلي ريفي انا ما فهمتش اللي كيعرف الناس اليوتيوب كيعرفوا الاصل ديالي ريفي انا في تيك توك ملي درتو مؤخرا دخلت عليها طنجاوي وديريكت بحال اليوتيوب على داك الاصل ديالي اللي هو الاصل ديالي الحقيقي هو ريفي اذكر موسى الله اكبر ايه يا بن شريف جمتك تما دوز 15 يوم ايوا خويا خالد هكا جات شنو غادي نديرو يلا ما كرهتش كنا تلاقينا هنا والله عاود عمي وعاود شي بلوك تما اليوتيوب اصاحبي انا مصيبه ايوا طنجاوينو دابا راه ملاهيين ما عرفش نتلهاو غير مع اليوتيوب راه انت عارف عطي شويه الوقت للعائله وداك الشيء انت راه عارف دابا ان شاء الله باقي شوف بن شريف انت يا اختك دابا عرفتي اش غادي دير غتجلس واحد النهار تجلس بحدا التليفون تسجل واحد 10 ديال الفيديوز فيهم مواضيع زوينه ورميهم بري باتون كل نهار مي واحد يعني 10 ايام ما دير والو كل نهار مي واحد اكزاكتومنت ها كورونا مدينه كورونا وقضيه اخرى خويا بن شريف خويا بن شريف نقدر نكون زعما المهم كل واحد عنده واحد الخبره شويه انا نعطيك واحد التجربه عاوتاني اللي هي مزيانه ولا كنتي باغي دير واحد الموضوع ديرو مباشره في 10 دقائق ديرو مباشره علاش كاين واحد القانون ديال اليوتيوب جديد كيخلي الفيديوز ديالك او اللايف يولي فيديو يعني دير لايف ديريكتومو في 10 دقائق العناوين ديالو كلشي ديالو ملي كتسالي عاد كيزيد يتبارطاجا يعني فعاوت انت غترمي ديريكت كيتشاف 1000 مشاهده في ساعه المكان تقدر ديرو ديريكتومو يتشاف لك 1500 مشاهده في ديك ديريكتو اللايفات كيف قلتي راه حتى في المغرب حيت حتى الكونيكسيون باش تطلع الفيديوهات راه ثقيله لا ماشي غير المغرب انا كتجربه ديالي انا عندي ثلاثه قنوات الاولى هي مشات ليا بروكسي فيها 250000 الثانيه فيها 20000 يلاه مشات ليا هذه واحد العام وهذه اللي خدام عليها دابا كنت بديتها وقفتها دابا فيها شي 15000 واقيلا كنت بديتها وقفتها دابا عاد وليت كنخدم عليها كنطلعها لاحظت انايا لاحظت الفرق ما بين كندير اللايف فيه 20 دقيقه كيضرب مشاهدات وكيجيب الارباح مزيان وما بين كندير الفيديو ديريكت كنرميه ما كيجيبش المشاهده يعني خصك تعرف بان الخوارزميات ديال اليوتيوب فيهم اللعبه فهمتي خصك تعرف كيفاش تلعبها كلارو حنا ما فاهمينش كيفاش خدام داك الشيء خويا طنجة غير كنعملو كنطلعو صافي فهمتيني اما كاين الناس اللي كيفحصوا كلشي انا انت ما كديرش الكلمه الدلاليه شنو هو الكلمه الدلاليه الكلمه الدلاليه هو انايا دخل اليوتيوب كنقلب على بن شريف خصني انا باش نوصل لك بن شريف ماشي ضروري نكتب بن شريف نكتب كلمه دلاليه اللي كيدير بن شريف شنو هو الكلمه الدلاليه اي كسر اكزاكتومنت هذوك تي عرفتهم ولا كيف يديروا لهم ولا زعما اي شو المستحيل سي المشاهد ولا يا غالي كتكون في قلب الفيديو يعني كتدخل جوجل كروم كتدخل قلب الفيديو كتهبط نقع كدير كلمه دلاليه اللي عندها علاقه بالفيديو ديالك بن شريف دار الفيديو كيف مثلا داير مسمن للمغني الاخر غادي نكتب انايا الافكار ديال البشر طنجاوينو غادي يكتب المسنن انا نكتب المسمن بوحاشي كيكتب كيف كطيب مسمن الشيوات المسمن طاطط يعني اي واحد يجي يكتب ديك الكلمه غنطلع له انا في اللائحه فهمتي كيفاش اكزاكت سي 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 الا في تروكو هادشي في تروكو طلع يبقى كيدلتي راه كيتبارطاجاو اكثر من الفيديو من الفيديوهات شوف الفكره ديالي والتجربه ديالي ان شاء الله دابا انت راك كونجي دير التجربه وتجربة كنقول لك انا عالمية اولا ملي تبغي دير فيديو ديرو بخطوة يعني دير فيديو لايف دير فيديو ملي تبغي ترمي رميه لايف ما ترميش فيديو نورمال باليسترينو فهمتك باليسترينو سي 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 ملي كدير فيديو ديريكت الاشعارات ديال الفيديوز ما كيوصلوش بزاف مؤخرا للناس يعني مشكل اليوتيوب ماشي ديال انا عندي تجربة عندي فيديو عندي فيديو لايف مثلا نفس المعلومة اللي فيه في الفيديو انا كتجربة ديالي انا كيعجبني نخربق في هادشي هذا حيت انا تقريبا 5 سنين وانا كندير هذا الشيء ديال اليوتيوب مشاو لي ثلاثه قنوات طالعين بسبب من سبب السينيال سبب بنادم والسبب السينيال وسبب فيديو صغير ماشي ديالي يعني انا كنت داخل هجوم يعني
كان بنادم كيبقى يكلاشيني كنهز انا فيديو ديالو كنلعب له في المونتاج واخا هكذاك اليوتيوب ضربني فهمت. لا 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 سي سي ملي كيعيق بك راه كيضرب سي 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 حيت كيبغي انك تعمل المحتوى ديالك هذا هو اليوتيوب. ماشي اليوتيوب اللي كيضرب اي باش تعرف عرفتي شكون اليوتيوب كيضرب حاجه واحده من الفيديو من المحتوى. دابا يوتيوب شنو كيضرب راه ما غنطقش بنادم مثلا هاد الكاس هذا في القانون ديال يوتيوب ما خصكش تبينو مثلا مثلا وانت بينتي يعني هذا قانون اليوتيوب اتق الله يعاون. ولكن انا طلعت في فيديو ديال بن شريف وليت كان كلاشي فيه بن شريف اللي كيتحكم ماشي اليوتيوب عنده بن شريف جوج ديال الخطوات إيه انما يصيفط ليا انذار شفوي يعني خصك تحي الفيديو ديالي او يبلوك ليا الفيديو ديالي او يعطيني انذار ويبلوك ليا الفيديو. يعني بن شريف عنده ثلاثه الخطوات فهمتي كيف يعني هذه كتسمى محتوى ديالك ماشي محتوى ديال اليوتيوب. اليوتيوب كيتابعك في شي حاجه غير قانونيه طلعت من نصف اليوتيوب اكزاكتومنتي. المهم اسمحوا لي الاخوان راه كاين بزاف ديال الناس اللي كيسولوا مساكين خرجنا لهم على الموضوع غير اسمحوا لي الاخوان على هذا نرجعوا للموضوع نرجعوا للموضوع باش ما يهربوش لينا. لا علاش علاش الاخوان كنجاوبوهم الاخبار كاملين بهم معليش باش نرجعوا للموضوع الاخ شريف والاخ طنجاوي. المهم الحمد لله كملنا الديكلاسيون ديال رينتا دوزنا شويه ديال الراحه الباكاسيونيس كان وعدوا الاخوان هذا شهر 8 ما كان غير الطو ما كان غير الريد السوسياليز عمر لي البارده عمر لي المبردات ومرحبا بي عمر لي المبردات ومرحبا بي هذا الشيء ان شاء الله غادي يوليو كاملين هذا الريد السوسياليز اخويا صالح. نعم سيدي الاخ بن شريف اخ طريقه شوف غانا نحيد الصوت ونخليكم مع بعضياتكم صافي من بعد ونجي. شكرا سير مع سير تغداو كنا باقي ما تغداوش نتارك فرحان يلا مرحبا بكم كامل الغدا تحيات نتارك سبعان تبارك صحه يلا الله يحفظكم صح سير بارك الله فيك. كقولنا لكم الاخوان ان شاء الله هذا شهر 8 غادي كنوعدكم واخا الاخ بن شريف راه عندي فيديوهات راني مطلعو في المغرب ولكن كتشوف يعني الكونيكسيون غير على قد الحال كاين الجديد ان شاء الله على حسب هذه التطورات اللي وقعت في الانتخابات ديال اسبانيا وعلى حسب التطلعات ديال بعد كيف ما كان يعني شكون اللي غادي يحكم هذه اسبانيا الجديد. خويا خالي الى دخلتي شفتي في فيديو الاخير او قبل الاخير ديال الاخ منير بشير في اليوتيوب اقسم بالله ما تزيد تسول على بوليتيكا والله ما تزيد تسول على البوليتيكا. جاب لهم شوف جاب لهم جونز جاب لهم خوش ديمون بلجيكا جاب لهم بيدرو سانشيز بوبولا واحد الشرح اقسم بالله شفت الفيديوهات ماشي كنهضر على حساب كنعرفو ولا شي حاجه نو انا شفت فيديوهات بزاف ديال الاخوان ولكن الشرح اللي عطاه هذا المخلوق هذا اللي فوق مني والله العظيم لا توب 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 صراحة الله توب اخويا الطنجاوي غير حاول توضح سميتو كيفاش نقول ليه نوضح لهم المساله نقولوا بطريقه سهله باش يفهم واحد بزاف ديال الناس كانوا كيسولوا باقي ما فاهمينش ولا ما عارفينش شكون اللي ربح شكون اللي خسر فهمتيني ما كانوش عارفين كيفاش غادي هذا الشيء نقولوا في اسبانيا فهمتي غير هذاك الشيء اللي كاين. ايه المهم كنديروا اللي قدرنا عليه اخويا الطنجاوي ما حنا راه ديما كنقولها انا بكل تواضع ما سياسي ما كنفهمش الشؤون السياسيه ما محلل سياسي ما حتى شي حاجه غير كنحاولوا نوضحوا شويه الاخوان القضيه وصافي هذا الشيء اللي كاين. كاين البركه وزيد ليه كاين البركه وزيد ليه الحمد لله اخويا اخويا خالد الحمد لله. المهم بعد واحد الطريقه اللي فهموا بها اما السياسه اخويا خالد راه صعيبه واحد يفهم فيها فهمتيني دابا حتى وخاصة في اسبانيا لان السيناريو اللي راه ضاير هي الحكومة باش تطلع كون كان عندنا بحال المغرب كل سهل الحال كل بيبي غادي يطلع مع البيسوير ويشكلوا الحكومة والاخرين يقولوا لهم عاود هالمخ ما يعرفوش ما كاين لا اليمين لا اليسار تما كل شيء يعني خدام شغل وكيشوف المصلحة ديالو قبل المصلحة أخرى. هنايا دابا في اسبانيا يعني الإشكالية راه باينة كاين اليمين واليسار كاين اليمين المتطرف واليسار المتطرف هذا يعني كل واحد عنده دابا حنا مثلا اللي كنمشيو كمهاجرين باغيين البيسوير و
ولكن بصورة الثالثة ديال سومار في اللائحة ديال سومار أرى المدعمة الأولى ديال بوليزاري اللي هو سيرلي ياتي مع واش غادي تمشي شوية في الأخر في الأخر تراجعات شوية من اللي عملت هذاك الفيتشاخي هذاك كيفاش نقولوا ليه هذاك اللي كان في الأمم المتحدة المبعوث ديال الصافي ديال إسبانيا في الأمم المتحدة سابقا راه في تشات وعملت له الفيتشاخي هذا يولاندا ديال راه كان في اللائحة تويتو كان الثاني في اللائحة ديال مدريد وهذاك هذاك راه كيدعم المغرب في القضية ديالو فهمتيني دابا راه كنقول لك دابا انت ابني كنكون ما تقدرش تلقى واحد الوصفة 100% غادي تليق دابا كنهضروا على البيبي الا كنهضروا على البيبي انا بالنسبة ليا انا شخصيا انا بغيت البيبي يطلع ولكن البيبي طلع ماشي غادي يطلع طلع بواحد الاغلبيه ساحقه ماشي بالتحالف مع البوكس يعني اللي بغى البيبي خصو يعني يكون واحد المشروع هو انه يطلع ما يحتاج لا البوكس ولا شي ولا التنازل ديال سانشيز واللي بغى سانشيز يعني هو واحد دبلوماسي واحد سياسي محنك ولاني محنك ديال الازمات وحنا ما بغينا نخرجوا من الازمات واش حنا ديما خصنا نقلبوا على الترقيع راه الترقيع ديال الازمات كتمشي تسلف وكتجي ترقع الامور ولكن البيبي اش كيقول لك البيبي حتى بوكس يكون غادي يحيد شفت بوكس يكون يحيد العنصريه ديالو الشرسه على المهاجرين ماشي المهاجرين كاملين المهاجرين اصول يعني اللي ما كياكلوش الحلوف والمهاجرين اللي كيديروا له الطش في الراس اللي كيخاف منهم لانه هو اكبر واحد كي كنهضروا حنا على الاستغلال ديال المال العام وحياته كامله خويا خالد واحد الملاحظه انا لاحظت مؤخرا في فوكس عنده يعني الطلبات مع ويكوس لو ريبيتي 1000 بيسيس يعني في اي بلاصه مشى مع ويكوس محمد مع ويكوس يعني حنا هما اللي كاينين اكسترا خيوس في اسبانيا ولا ما فهمتش انا هذا هو ما نعرف يعني اخويا طنجاوي انا نقدر نقول لك 100% باللي هذيك الكلمه غادي يحيدها وغادي سميتو حيت خصو يبدل الاستراتيجيه راه سميتو راه مقارنه مع 2019 راه خسر 19 مقعد بزز منه باللي هذيك القضيه اللي كان غادي بها ولا هذاك الطريق اللي كان شاد راه ما واكلش الاسبان راه انت راه شفتي كيفاش التصويت راه قالوا ليهم قولوا بينوا لي باللي راه خصو يبدل هذيك الطريقه هذيك السياسه هذيك ما واكلاليش السياسه ديالو هي سياسه الى هضرنا على دوله سياسه منطقيه ولكن هو ما عرفش علاش كيقولوا حنا كيدير هذيك البنده وديك التوابين ديال العنصريه انا مشيت قريت على عندهم البرنامج ديالهم شي 158 صفحه ومشيت انا قريت لابارتي اللي كتهضر على الميغراسيون هو باقي كيهضر على واحد الاميراتي الليغال الليغال هذا مصطلح الامم المتحده حيداته نوكسيست اون بيرسونا الليغال الريغولار الليغال غير نوكسيست وكيهضر هو على الامبادرونامينتو ديال لوس استراخيروس الليغاليس ولكن هو ملي كيمشي اش كيعلم كيركز كيقول لك باراكسيدير ايوداس هي لا انا بالنسبه ليا ان انت الى بغيتي تيليميني هي تيليميني وتعتمد انت البادرون هو يعني السياسه ديالو منطقيه والناس اللي راهم يعني اقتصاديين غادي يمشيو يعني معاه تقدر تعطيه الحق ولكن كي قلت ونعاودها بما ان فيه ذيك الرائحه ديال العنصريه كيمشي ليه الحق كيقول لك ان البادرون تخيل انت واش عنده الحق ولا لا كيقول لك حنا الا بغينا نعتمدوا شي حاجه باش نحتوا الايوباس خص يكون عندنا الاكسيسو باش نديروا انسبكسيون ديال البادرون بعباره اخرى يعني واحد الدار ساكنين فيها 10 الناس طلبوا لنا الايوده بمجرد كتطلب الايوده كتكون الدوله عندها الحق باش تمشي تشوف ذاك الدار واش ساكنين تما ولا لا لان على الاخوان خلي اسمح لي الاخوان اللي كيتسميتو كيتناقشوا على القضيه ديال البوطو فور كوريو البوطو فور كوريو شتا كونطاو فالتا البوطو ديال الاسبانيول سين الاكسترانخيرو هذوك اللي صوتوا في سميتو في القنصليات بالي هذاك هو اللي اليوم راه كيكونطيو فيه بالي تما كنهضروا على واحد اسبانيول لا جوج كيتكلموا على واحد اسبانيول لا جوج ما نعرف واش غادي يمشي
البيسوي ولا غادي يمشي للبيبي ما نعرف الله. خويا منير، خويا منير، دابا انا كنشوف انك تعمقتي شويه في هذا الموضوع، الا كان ممكن تزيد تشرح للناس اخي منير من خلال شي فيديو. ماشي بزاف اخويا طارق، ما نكذبش عليك ماشي بزاف، دابا ملي جيت المغرب يعني شوف، يمكن لك تزيد تشرح للناس ان الناس بزاف كيسولوا في هذه القضيه، ان هذا البوطاسيون عاد تعاود الا ما وصلوش لواحد اتفاقيه بيناتهم، عاد تعاود ماشي عاد تعاود الاخوان الناس غيمشيو يصوتوا كما صوتوا يعني في 23 في الشهر نو، عتعاود بيناتهم فهمتي كيفاش، في البارلامنتو غيشوفوا شكون هما الاحزاب اللي يقدروا يعطيو مثلا ديك السكانيوز ديالهم احزاب اخرين مثلا بي بي وبيسوي. لا طارق نو خالي. نو نو اذا تعاودوا راه غيتعاودوا نيشان نو ميمكنش الا كان البلوكيو تعاودوا واش كتعرف شنو هي اسمع ستار ملي بوطاسيون تلقوا يعني غادي تعاود شنو غيغوفيرنو دي كواليسيون غادي تعاود اخويا طارق فهمتيني، خصك تعرف حاجه اخرى امبورطانت من هذا التعاود شنو هو، سيغوندو بلوكيو ايغوال واحد 4 انواز ديال الانتيغو غوفيرنو غيبقى تما يحكم 24 خوان ها على راه كيهضر سانشيز، وسانشيز الى مشيتي في الهيستوريال ديالو هو راه عمرو خدا شي حاجه بلا مايوريا ابسولوتا، هو ديما في ديك اللحظه ديال صافي تقودت على هذا تقودت على هذا، هو كيجي كيقول له آه انا هنايا نحل المشكل. علاش قلت لك انا راه واحد السيد هو غير الازمات، هو داخل كيتد الازمات. ولكن اخويا خالد في النظر ديالك اذا مشاو وتعاودوا الانتخابات شكون 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 اللي نقول من المصلحه ديالو في النظر ديالك؟ المصلحه ديال سانشيز، ولكن بيني وبينك الهضره ديالي عواد في ديال السياسات غادي تشوف البي بي غادي ما غاديش يعقل على بوكس بهذا دوبا بوكس اخي خالد. انا شوف انا كنأيد وكنزيد نوضح للناس وكنقول لهم هذا المنبر والله يرحم بابه فوكس يعني عمل فينا واحد الخير كبير حنا كمهاجرين مغاربه بالخصوص، ملي قلنا الجمله المفيده قلنا شوف مشيو صوتوا الله يرضى عليكم على بيدرو سانشيز، هو قال لنا فمو اخوتي الله يجازيكم بخير، مش ما نخلطوش انا هذا المنبر هذا كنقولت انا فيفا فوكس، علاش هو قال لي مشي صوت على بيدرو سانشيز وانا مشيت صوت على بيدرو سانشيز فين المشكله باش شايف ولكن اخويا طارق اذا مشينا دابا نحلوا كيف كيحل الاخ خالد، خلينا من الفيديوهات ديال اليوتيوب ديال 8 دقائق 10 دقائق اللي كل واحد كيعطي داك الشيء نقولوا كيضرب على المصلحه ديالو بالي، اذا مشينا نشوفوا راه كيف قال الاخ خالد راه البي بي راه مزيان صراحه، ولكن اذا كي كان جاب الاغلبيه ويحكم بوحده بالي ابار سميتو نقولوا بلا بوكس، وبوكس عاود اخويا الطنجاوي راه عنده بزاف ديال الحوايج اللي مزيانين، مثلا اذا قارنا غير مع سومار راه سومار اخويا طارق راه انت راه عارف هاد الناس راه كيدعموا هذيك اجوند 20-30 هادوك القوانين، واللي صراحه راه ماشي من المصلحه ديالنا ومن الوليدات ديالنا، راه بزاف ديال الحوايج اللي كاينين نقولوا في سومر اللي ماشي من المصلحه ديالنا فهمتيني. Nosotros lo que votamos al PSOE solo queremos ayudas, por eso somos autónomos. Vamos a ver, si vamos a hablar de los resultados de las elecciones en España, عندها واحد القراءة شنو هي؟ هي ان الاحزاب اللي صغيرة في اسبانيا عندها الماندو باش ديتيرميني الساروت خالد. انا البارح قلت لهم بوتش ديمون عنده الساروت ديال مونكلوا راكم تعرفوا واحد دابا البوبولان وبوكس الى وقع موقع وبوتش ديمون مثلا حيت هاد الامارات تناقشوا مع واحد الكاتالان اللي هو كاتالان مقود وناقشوا يعني معاه بجديه ووضح لي شي اموال اللي ديما كنت عارفه ما عارفش، ولكن هو وضح لي على حسب الاقوال ديالو الاخ خالد انت كتفهم اكثر منا الحمد لله. شنو قال لي لو وقع موقع البوش ديمون عطاه ديك سبعه بالمقاعد اللي عنده
اي حكم، ولكن عتوقع واحد الضجه كبيره دابا ديك فاتشاس ديال مدريد فالنسيا هادشي اللي قال لي نوسي سيس بيرداد قال لي كاتالونيا نو باسا نادا، حيت كاتالونيا كامله الا جينا نشوفوها كتمشي مع البيسوي اوكي، ولكن الناس ديال فالنسيا مدريد يعني فاتشاس فاتشاس راك عارف شنو هي فاتشاس غيعملوها وينه في البلاد، قال لي كلشي غيخرج من الشارع. واش هادشي هذا صحيح ولا خرافات هادشي هذا اللي قال لي؟ ملي كنهضرو على كاتالونيا، ملي كنهضرو على كاتالونيا الا مشينا بدينا مزيان القراءة كي كنت كنشرح قبيله، إلا درنا القراءة كنشوفوا أن كاناريس بيلباو وكاتالونيا هاد الكومونيداديس كاملين اللي فيهم يعني الأحزاب محلية هما اللي راه دايرين البلوكياج لهاد الانتخابات، لأن علاش هنا في كاتالونيا البي بي ما جابش يكون جاب شي مايورية ولكن جاب غير بحالو بحال بيسواق كون راه طلع، علاش؟ لأن هنايا في البي بي هو بعد بزاف على نقولوا حنايا على التصور على البروغرام ديال الكاتالان، وهذاك الشيء نفس الشيء الا شفتوا الخريطه ديال كي راه مصوره بالاحمر والزرق غادي تردوا البال، علاش؟ ديك السياسه ديال بي بي هو ماشي خصو يبدلها، خصو يلينها يفليكسيبيليها شويه، ملي كتفليكسيبيليها اش كيوقع؟ البيسوي كيهزوا البال، قالينا البيسوي الا مشينا خذينا مثلا غير بالتغطيه الجغرافيه يعني مش البلايص اللي جا فيهم البي بي بالمقارنه مع البيسوا، والبي بي راه بكتاش اسبانيا، ولكن في كاين يعني نقولوا حنا الكوتال ولا المقاعد اللي جاب لينا البيسوا جابهم البلايص اللي فيهم كانتيداريس. دابا المشكله ديال البيسوا علاش مشاو له البلايص هاد المقاعد علاش مشاو ليه؟ بحيث كاين واحد اليسار المتطرف وكاين الاحزاب المحليه يعني عندها البروغرام عندها واحد الايديولوجيا واحد الانتخابات، انا كاتالان منتخب على حزب كاتالان ما على باليش، دونك هنا كنوليو شي انتخابات يعني ماشي ديال السياسه بورا كيكوموزي دي بي سير، هنايا اش غادي يوقع الا وقع البلوكياج؟ اش غادي يوقع؟ خصها تبدل السياسات وغيوقعوا نيغوسياسيونيس، ما غاديش نسمعوا نيغوسياسيونيس غتقلب راس على عقب، لا ما يمكنش، لان الحزب الا تبدل راس على عقب راه غادي يمشي ليه، لان ذوك الناس اللي مثلا انا نسوت على البيبي اليوم يعني بحيث كيقول لي الاحمر راه زرق وكل شيء كيقول لي لا ماشي زرق غير البيبي، انا صوت على البيبي بحيث كيقول لي هذا اللون ولا هذا الحاجه كيشوفها كي كيشوفها انا كيشوفها البيبي، ولكن غدا الا قال لي اودي لا هذه الحاجه راه مابقاتش زرقاء راه خضراء كاملين اللي كانوا كيشوفوا في ديك الموضوع باش غادي يمشي يقلب. دابا هو خصو يبدل مثلا نقدر نقولوا حنا واحد 40% من البوليتيكا ديالو ومن 40% مع من البرو 50% بروغرام باش يجيب 90، ولا الا مشى دار هاد السياسه هذاك 133 غيمشيو له 130 واحد. هنايا كنشوفوا ان السياسه كتمشي خصك تبقى نتايا تعرف على جبتي 133 بارامانتين شي 133 ديال التيلوس اللي عندك تما، وخصك تقلب على اشنو هما البونتوس اللي غلطتي فيهم بغي بدون ما تبيردي 133 مقعد اللي عندك، الا لقيتي غادي تجيب نتايا 10 وتبيردي 15 من الاحسن غير خليك كيما راك. انا كنشوف الثلاث تعاودات يعني هو بيدرو علاش هو يعني اجل هاد الانتخابات في عوض يعني يكونوا في اواخر نوفمبر عملهم 23 في شهر 7 حيت شاف انه بامكانه يعمل شي لعبه وصدق صدقت له ديك اللعبه ديالو، حيت في نفس الوقت زاد جوج ديال المقاعد والبوكس ضيع. واش فهمتينا اخي خالد؟ هذا يعني في حاله ما اللي بغيتي توضح انت ان لسات تعودت راه ما عايشبش ديك الاصوات بوبولار نفسهم اللي جابوا هاد الصوت هذا ديال يعني 23 شهر 7 على ما اظن. هادشي اللي بغيت توصل نو دابا انا اللي بغيت نوصل هو ان الى مشينا درنا مقارنه بعدد الاصوات ديال بيسوي 2019 2023 راه جاب اكثر. كلارو اذا شكون اللي راه كيحدد المسار والمصير ديال الانتخابات؟ ماشي بيسوي وماشي حتى البيبي،
الريستو ديال لو سبارتي دو سكو بوليتيكوس وماشي حتى هو ماشي حتى بوكس لان بوكس مشاو ليه 19 ديال المقاعد دونك هذوك الاحزاب الصغيره هي اللي راه دايره البرازيل وهذوك الاحزاب الصغيره كاتالانيين والباسكيين انا شخصيا كاش كنشوف خص هذوك الاحزاب الصغيره هذوك هما خصهم يدعموا كي دعمت سومار ماني كيدعم بوكس دعم بطريقه غير مباشره بالبيبي دابا غادي تشوف ان كاين واحد السياسه ديال التقرب ديال البيبي ولا ديال بيسوي من الاحزاب وفين غادي يمشيو يقربوا ليه باش ينشرني هو اللي تبع لهم التقرب ديال التقرب هو اللي عندهم السبعه ديال الملك سبعه كانوا عند البيبي ومع بوكس تكون شكل الحكومه ديالهم نعم ها اللي قلنا قال لك شي واحد مات شي ولي في بيسينا في سانتا كولوما الله اكبر ها الله اكبر الله اكبر يلي في الهوسبيتال بارسلونا كونتوت الله يخاوز العافيه الاخر خويا منير بعيد على شويه ديال البوليتيكا واحد الاخت باه طلعت معايا حتى هي الدوله بنيتها عندها 12 عام خيمونه الا كنتي كتسمعني اوكي دابا هي تواصلت مع عبد القادر طنجاوي عاود ليا بالي انا نوضح لك عاود ليا الصوت الله يرحم عاود ليا السؤال الله يرحم يمك كنت كنهضر مع فريمو دابا حنا كنطلع لايف اوكي وطلعت معايا واحد الاخت فهمتي كيفاش والدوله البنيه عندها 12 عام مشات للمدرسه ملي مشات عيطوني معها في 3 ديال العشيه قالوا لها جيب بنتك واجو يا شبروها وداوها فهمتي كيفاش يا قالت لهم انا بنتي باقا ما جات باقا ما جات باقا في المدرسه ملي مشات للمدرسه جبرتها بانها داوها قالوا لها بان خاها الكبير كيضربها عندها ماركات فهمتي كيفاش داوها الطبيب عملوا لها ما نعرفش شنو المهم دابا حاليا هي تواصلت مع عبد القادر الزوج ديالها تواصل مع عبد القادر المغناس وقد من زمان الى كتعرف زعما شي منابع بحال هيدا يعني الله يحفظك كذا وكذا وكذا كذا يعني باش يعاونوني تا قلت له شوف انا كنعرف الاخواني يعني نعم اسمي تعطيلي النمره ديالي اخ عادل برشلونه فهموني انا نعطيها لها يعني بغيت نتواصل معاك البارح قلت واقيلا راك مشغول قلت خليها تاي يجي على خاطر فهمتي قلت لك الاخ عادل انا برشلونه ان شاء الله نكون تما ان شاء الله ايوا ان شاء الله تفضل اخ عادل برشلونه قال لك راه كاين شي واحد الطفل راه مات في لا بيسين الله يرحم مغربي مسكين الله يرحمه بزاف اخويا خالد اللي قال اخ اللي خالد كنشوف مؤخرا خصنا نردو البال ديالهم على الوليدات ديالهم الاخوان الله يجزيكم بخير مات في لا بيسين سيف سميتو لا حول ولا قوه الا بالله صعيب اخويا صعيب بيسينا وصاحبي وحاجه تدوينا صاحبي والله ما حديتيش يعني هاد اليومين انا جبات العائله عندي في الطاقم اجلو معلمين ويدو كسمع تا كنطلو كنجيبو غلطيف يا صاحبي واحد الخلعه خايفين الله وهادشي هذا يعني فهمشات عين يعني غفلتي والله العظيم يا اخي هادو صغار خصني الانسان يحديهم بزاف اخويا الله ايوا هادشي ما كان منينو يعني ان شاء الله ديك الساعه نعطي النيما ديالك وتواصل معاك زول ميوت زول صوت امون وجلسه كيديروا بحال بن شريف يعوموا غير على الموجه على الموجه ما يغرقوش بزاف الله يرحم باباكم انا ما كاين انا نضحككم شويه دابا عرفتي شنو كان كيقول لي الوالد انا ملي كنت صغير كيقول لي شوف اولدي كيقول لي شفتي هذاك الماء اللي تما راه بحال اللي كاين على الموجه بحال انت غير تبرد هنا وصافي امينيتا تحياتي المهم الاخوان الله واحد يحضي راسه ملي بقينا اخي خالد كنهضروا شويه على السياسه بلاد لاحظت انا كاملها شوف الاخوان اللي كانوا كيطرحوا الاسئله في الاول والاخ خالد وموني كانوا كيهضروا شويه على السياسه يعاودوا اخويا طارق اسمح لي نقاطعك راه ما خصهمش يهربوا حيت
هذاك الشيء اللي كيستناو عنده علاقه بهذا التشكيل ديال الحكومه فهمتيني راه كل شيء راه عنده كيفاش نقول السلام ولكن اخويا موني للاسف الشديد هذا هو الواقع يعني ملي كيكونوا مواضيع مهمه والانسان كيناقشوا بنادم كي دغيا دغيا كيطلع له الدم فهمتي كيفاش بزاف يا خويا المهم الطريق الاخ منير الاخوان راه كيقولنا لكم يمكن كاين اللي يلتحقوا معنا هذا شهر 8 ان شاء الله غيكون حافل راه غتكون عوده ان شاء الله للمجموعه بواحد الحله جديده واحد حله مهنيه راه كاين ان شاء الله اعمال اللي تبدات ويكونوا معلومات ان شاء الله يعني تكون زوينه بزاف نتمنوا ان شاء الله من الله تعالى التوفيق وغادي يكونوا يعني ان شاء الله غير المعلومات الحصريه وبالميدان وعن التجارب ديال الناس اللي يعني خذوا الورقات ديالهم الناس اللي بدلوا الورقات ديالهم الناس اللي داروا خذوا الجنسيات ديالهم الناس اللي يعني مشوا على الجهه ديال الانجليش ومنهم بيطال مشاكل ديالهم الناس اللي يعني تاكلوا عليهم في الانجليش ومنهم بيطال وشدوا حصيفه مزيانه والناس اللي كانوا تخلصوها بالغلط خصهم يرجعوها والناس اللي ما شدوش الاوضه ديال 200 يورو يعني التطويره تخلصوا هي نهار 22 7 يعني بزاف ديال المعلومات وزلت ولا دابا فكرتيني في 200 يورو دابا الزوجه ديالي صادوا لها الوثيقه قالوا لها جيب لنا الوثيقه ديال الطريقه ديالك انا ما فهمت والو حقيقه ليش ما الطريقه ديالك سي بحيث باش غادي يشوفوا هي يعني الطريقه ديالها واش دارت مع انت في الطريقه ولا دارت الزوجيه انا من الزوجيه بالمغرب والزوجيه هنايا تما الطريقه ايوا هو المهم هما الطريقه اخويا مولي بقيت كانت حال والله ما جبات السيته ومشيت لعندو ما اذا خليت الله يسعدهم مش عاود نو ماشي قالوا له هذيك ديال الطريقه شديت انا ولدي احمد الميه تحياتي لك شكرا اخويا تحياتي انا اللي وصلوا لي الكارطات هو ان كانت عندهم طريقه في واحد المومينتو او لا عندهم طريقه كيقول لك اعطينا لاوتوريزاسيون باراكسيدير الريجستور ديال الطريقه باش نشوفوا واش عندك طريقه ولا لا ايسو واحد الفيرمه فقط صافي الفيرمه تجاوبهم هما ياكسيديو يلقاو ما عندهاش الطريقه وجمعوا يا استاذ اي ما الحبيبه وانا ما عرفتهاش يا خويا خير وراه عندك 10 ايام فوق جاتك المخور بطلب ثلاثة هاي مسحو بي اخي خالد تنزق ماشي مشكل مهم الاخوان كيقول لكم الطنجاوي راه مشيت على السواق ولا مشيت غدا انا راه ستة تحياتي شكرا خويا انا عندي واحد التزام كي قلت لكم ابوناو عندنا الاخ بن شريف اخ طنجاوي بلاتي قبل ما تمشي بلاتي نعطيو الناس اللي كيتبعونا وكيحبونا والناس اللي جالسين معنا بحال اخ احمد واحمد المريا والاخوان ديالنا او كيشوفونا ونابينيتا وكذا شوف الاخوان ما تمشيوش بعد شهر 8 الاستاذ خالد عايجيبكم محاميه مغربيه اصول مغربيه يعني ما نزيدوش نعطيكم تفاصيل وعاد بقى طلع معاه لايفات مشتركه شي حاجه طوب يعني كاين الجديد ما حد هو اللي يقول لكم شهر 8 كاين كاين الجديد ولكن هاد النكهه هادي انا سبقتها لكم يعني كاين واحد المحاميه اللي ان شاء الله غتبقى طلع معاه وكاين شي حاجه طوب الاخوان محاميه مغربيه بنت الميدان صافي الاخوان ماشي غير محامي صافي كاين تنسيق وكاين تعاون مع خيستورين مع محاميات مع مكاتب في جميع ديال اسبانيا الحمد لله وان شاء الله كنوعدكم باش يعني غادي نبداو كي قلت كي هضرت السلام عليكم على السلامه واش مشيت تغدا ولا مشيت دير الوليمه طبعا نشوف حالنا اخويا العزيز سمحوا لي السلام والله العظيم يا والله سمحوا لي انا خليتكم وراء حديكم السلام عليكم بعد الحمد لله اذا غادي تعطيني الفرصه الاخ طنجاوي واحد اربع كلمات وغادي نهبط نمشي عندي الالتزام على 6 كي قلت لكم ان شاء الله بحول الله غادي ندعموا الاخوان ونوصلوا لكم المعلومات ودائما كنبداو بان اي واحد قدر او لا بطريقه ولا باخرى باغي يدفع راسه باغي المعلومات اهلا وسهلا لان الارزاق بيد الله ولكن المغامره لا ما تغامرش بالورقه ديالك
ما تغامرش بالمصير ديالك، ما تغامرش بخمس سنين سبع سنين ولا ثمان سنين ديالك، الا الا كنت متاكد، وحتى الا كنت متاكد الا الا كانت الحاجه، وانا كنقول لكم من هذا المنبر الا كان المشكل غير الحاجه راه ماشي مشكل، كان التعاونوا مع الاخوان، كاين فاسيليداتيس باش غادي تخلص، كاين تخفيضات، والناس اللي عندهم فاميليا نيميروس حتى هو كنتساهلوا معاه، لان حنايا اولى باش غادي نتساهلوا مع بعضياتنا، وكاين معلومات اللي وكاين الجديه، وكاين تعاون مع الاخوان اللي هما مهنيين، مع الاخوان اللي مهتمين في الريدي سوسياليس، الاخ طنجاوين والاخ بن شريف، الاخ طنجاوي من براده الاستاذه ديالنا، والمهنيين اللي كتكولابوري هي معهم تما في اندلسيه، باش غادي يكون عندنا واحد الصوت واحد، صوت قوي هنا في اسبانيا، باش نتعاونوا مع بعضياتنا، باش يكون عندنا واحد الدخله في التاريخ، وكل واحد راه كيتسجل في هذا التاريخ بالجديه ديالو، وان شاء الله غيكون غير الخير، وكلشي غادي ورقته، وكلشي غادي يدير الجنسيه، وغادي تبقى غير ذكريات زوينه ان شاء الله. تحياتي للجميع، شكرا لكم الاخ طنجاوينو، راني كنسال خويا خالد، شكرا بزاف، الزرد راه كنسالها لك، ومبروك عليك ان شاء الله، غادي يطلع طارق هنا في هذا شهر 8 ولا في الاول شهر 9 باش نبدل الباسبور ان شاء الله. يا ان شاء الله بحول الله، يلا كنخليكم وشكرا لكم بزاف، يعطيك خويا خالد، شكرا، الله يحفظك. المهم انا بدي غادي نقول اخر كلمه ديالي باش نخليوك في اللايف ديالك جالس ترانكيل ومع انا بدي غادي شويه وغادي نرد اخويا طارق، الله يحفظكم، تفضل اخويا طارق. وبرافو عليك يعني هذه المعلومات هذه التجارب ديالك يعني راه معلومات قيمه، الانسان الله يحفظك ان يتحصل على هذه المعلومات راك عارف خاصو يمشي يخلص عليهم، وانت كتوصلهم يعني الاخوان ديالنا يعني الى دعمنا جوج يعني ما ضمن بها، هذا كنقول لك برافو عليك، كمل الله يحفظك الميدان ديالك يعني انت ما بالك انت جالس هنا في اللايف يعني مستهلك السوشيال ميديا مثلا هنا في تيك توك ولا اليوتيوب، وكتوصل في كان واحد جالس في داره وكيتفرج يعني كتعطيه جميع المعلومات، هو جالس مع التليفون وكيتفرج وكيستافد وكيسمع الاخبار ديال الاخوان ويعني ومشاكل ديال الاخوان، ها اللي مسكن عاوتاني حفلوا كيما وقع لك انت في حسن السياره، اللي حفلوا مثلا في ديك عامين، ها اللي حفلوا في الكوشي كرا ديك اللقطه ديال حسن السيره، يعني اش كنقول بنادم بعد العسري وصرا ديك اللقطه بحال اللي بغيت صافي نسمعها بحال اللي زعما بلي داكشي كبير، هو داكشي غير صغير، بلي داكشي كبير، سبحان الله كما قال لك خالد، يعني كنت عاد تزيدها الوقت عليك، زاد ربي يسهل عليك، الله يسهل عليك، والله يسهل على جميع المغاربه ديالنا والجزائريين وكاع العرب بصفه عامه، تحياتي ليك ونشوفك في الله. خويا طارق في بالك بغيت تشوف عندي واحد اللايف بالليل، اللي باغي يتواصل معنا في اللايف مرحبا، غنديروا اللايف في اليوتيوب ان شاء الله بالليل، كاينين معنا الاخوان جدادين، عندنا جروب ديال اليوتيوب عاوتاني، اللي باغي يطلع في اللايف خويا طارق غنديروا اللايف وغنطمع معنا الاخوان، كيف كتعرف اللايف ديال اليوتيوب خصك ضروري اللي غيطلع معك تكتلو الرابط، اللي باغي يطلع معنا في اللايف غنديروا اللايف بالليل ان شاء الله، فالي ان شاء الله انا بدي نكون حاضر معكم ان شاء الله. مرحبا خويا طارق، المهم اللايف بالليل اي ساعه بغيت، يلا تحياتي لك وكمل والسلام عليكم. الله يحفظك اخويا طارق، انا بدي نزيد شويه وغادي نتسلل ان شاء الله، تحياتي اخويا طارق، شكرا الاخوان اللي ما دخلش عند الاخ طارق مرحبا، دخلوا عند الاخ طارق حتى هو راه كيزيد المعلومات حتى هو نفس الدور عنده، مرحبا بكم، ما تنساوش تدخلوا عند الاخ طارق. عليكم السلام، مرحبا مرحبا بالجميع. يلا الاخوان شكرا للجميع، شكرا للاخوان اللي كانوا معنا في اللايف، الاخ بن شريف، الاخ خالد والاخ طارق، مرحبا بكم، وكذلك شكرا للاخوان اللي معنا على المباشر، شكرا جزيلا، كما كتشفتوا قسمنا معكم فرحه ديال الترخيضه اللي شديناها الحمد لله، كما كتشوفوا الاخوان سهله وماشي سهله المعاناه تعانينا، ولكن الحمد لله بعد العسر يسرى، بعد العسر يسرى، هذا الشيء اللي كنقولوا وكنعاودوا دائما نقولوا. تحياتي لكم، واللي ما دارش ابوني حاولوا ديروا ابوني، وكنوعدكم بان غيكون واحد اللايف جميل في اليوتيوب بالليل نفس القناه طنجاوينو في اليوتيوب. السلام عليكم.